مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، بنرحب بيكم ويوم جديد ومن أيام البيت الكبير على مدار زي ما احنا متعودين 3 ساعات إن شاء الله، يعني بنغطي كل الأحداث الرياضية وإن شاء الله دايما تكون حلقة مميزة. مساء الخير يا سهام. إن شاء الله يا كابتن هاني. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. حلقة آخر الأسبوع من البيت الكبير إن شاء الله تكون حلقة مميزة، هنتكلم في موضوعات مهمة جدا، هنتابع كل الأخبار والكواليس اللي عايزين تعرفوها النهاردة. كمان هيكون بس نفكركم بالضيوف اللي هيشرفونا النهاردة. النهاردة الفقرة الحوارية الأولى هيكون مشرفنا فيها 2 من الصحفيين الكبار في مصر، الأستاذ حمدي الزهيري، الأستاذ جمال الزهيري رئيس القسم الرياضي بجريدة أخبار اليوم، وأيضا هيشرفنا الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير. الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون بقى مشرفنا فيها واحد من علامات الكرة المصرية، يعني واحد من نجوم والقامات الكبيرة جدا جدا جدا، الكابتن عصام عبد المنعم. كابتن عصام عبد المنعم قامة كبيرة في الرياضة المصرية بشكل عام، نجم كبير سواء كان حارس مرمى أو حتى ناقد رياضي على مستوى عالي، أو كمان في فترة كان يتولى فيها رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم. الكابتن عصام هنتكلم معاه موضوعات كتيرة جدا جدا مهمة، هنناقش قضايا كتير بتشغل الرأي العام والشارع العام، كمان هنستعيد إن شاء الله بعض الذكريات وكواليسه من خلال لقاء إن شاء الله يكون مميز بإذن الله. ده اللقاء الأخير مع قامة كبيرة الكابتن احمد كابتن عصام عبد المنعم باذن الله. طيب عايزين بس ننوه لحاجه مهمه جدا يا كابتن هاني. اتفضل. ان احنا هنا بنشتغل اعلام، وما ينفعش واحنا بنشتغل اعلام خاصه في قناه او في مؤسسه كبيره زي قناه النادي الاهلي ان احنا ننجرف لبعض الاخبار او اي كلام عن اي تكهنات رددها البعض الفتره اللي فاتت. احنا هنا لما بنطلع نتكلم ما بنتكلمش غير بالبيانات الرسميه اللي قصادنا، حتى لو انت عندك معلومه، حتى لو مين سيم من الناس صحيح. عنده معلومه ما ينفعش، وده اللي احنا عارفينه من زمان صحيح. وده اللي احنا بنردده كل شويه وبنفكر دايما الناس بيه، ونفضل نفكر دايما الناس بيه. دايما القرارات بتيجي من مجلس اداره وفي لازم نكون ملتزمين بيها صحيح. الكلام عن فايلر الفتره اللي فاتت، عن حتى بعض الاسماء اللي ترددت الفتره اللي فاتت ما كانش ينفع ان احنا ننجرف ليها ونتكلم عن أي أسماء وخلاص. فإحنا النهاردة ملتزمين بأي بيان بيطلع من مجلس إدارة النادي الأهلي، هو ده البيانات اللي بتبقى صح. كلكم تابعتم القرارين، هما قرارين طالع من مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة، في اجتماع مهم كان لمجلس إدارة قناة النادي الأهلي النهاردة، في قرارين مهمين جدا. أولا قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم الخميس الموافق 1/10/2020 برئاسة الكابتن محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة، والتي تضمنت ما يلي: 1. إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادي، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة القادمة. 2. التعاقد مع السيد بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الغد الجمعة الموافق 2/10/2020 ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء، كما ينضم للجهاز الكابتن سامي أمصان مدرب مساعد والبلجيكي ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى، واللذان تم الإبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة. القرارين دول قلناهم زي ما جم بالظبط، يمكن معظم الناس تبعت النهاردة البيان الرسمي ده الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، كان لازم نقرأه على السادة المشاهدين نصا علشان هي دي المعلومات الصحيحة. وزي ما انت قلت يا سهام، يعني دي المعلومات الصحيحة، ودايما كنا اتكلمنا الأسابيع اللي فاتت وانتوا كمان في هنا في البيت الكبير كنا دايما بنتكلم ان احنا دايما بنتعامل مع أسلوب الاحترافي. الأسلوب الاحترافي ان احنا بنستنى قرار مجلس إدارة، قرار مجلس الإدارة بيعلن من خلال متحدث رسمي، اجتهادات كتيرة
جدا الفتره اللي كانت قبل رحيل فايلر. الكابتن محمد يوسف، الكابتن عماد النحاس، كل الاحترام لكل المدربين. لما كانش في قرار رسمي، ودايما بنقول دايما احنا متعلمين ومتعودين ان بيكون في قرار رسمي من النادي الاهلي، اذا كان موجود اي قرار على جميع المستويات وعلى جميع الالعاب مش كره القدم بس، قرار رسمي بينزل. وخلينا نتكلم كمان على الاحترافيه، كمان احترافيه في الملف بتاع فايلر. كان في احداث كتيره جدا جدا، واحداث يمكن احنا كنا عارفينها في البيت الكبير، لكن زي ما بقول ما بنقدرش نطلع نتكلم في حاجه، لان ده اللي متعود عليه النادي الاهلي، والبيت الكبير هو جزء من النادي الاهلي. فدايما حتى لو عندنا معلومه، لا احنا بنستنى القرار. وزي ما اتكلمنا في البيت الكبير برضو ان موضوع فايلر، يعني النادي الاهلي كان ماشي في سكتين. السكه الاولانيه ان طبعا مطالب فايلر ما كانتش مدرجه في التعاقد، وبالتالي كان بالنسبه للنادي الاهلي درسها بشكل ما، لكن قال لا مش هنعمل الطلب دوت، وهو طلب فايلر انه يسافر 4 ايام ويرجع تاني بدون الكلام ده ما يكون في تعاقد. وبالتالي النادي الاهلي ماشي في سكتين. وخلينا نتكلم دايما الـ 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 القرار بيبقى ليه جزئين، توقيت القرار وحيثيات القرار. اولا توقيت القرار زي ما انت قلت يا سام، كان توقيت مهم جدا ان النادي الاهلي اشتغل بشكل احترافي، انه ما كانش يقدر يقول كمان ان فايلر مش موجود قبل 1/10، لان كان هيدفع حوالي 30 مليون جنيه شرط جزائي. 30 مليون جنيه كان النادي الاهلي ممكن يترموا في الارض، نتيجه ان ممكن السوشيال ميديا او الضغط ده قولوا الراجل ده هيمشي، لا احنا مش عايزينه. يعني النادي الاهلي دايما متزن، لو النادي الاهلي ورا السوشيال ميديا وبيجري ورا القرار، كان ممكن يقول لك فايلر مش موجود والراجل مشي قبل 1/10، الراجل هياخد 30 مليون جنيه. فتوقيت القرار زي ما بنقول توقيت كان مهم جدا، ان كان ممكن جدا. وكمان على الجزء الاخر، عمليه ان كمان الكلام مع فايلر كان في مستوى واضح وصريح، لو انت موجود بشروطنا مش هتسافر، تكمل ولا مش هتكمل. الراجل قال انا مسافر، يبقى خلاص النادي الاهلي حط هذا التوقيت يوم 1/10 انه يعلن القرار، وكان قرار صائب جدا، وقرار التوقيت كان رائع. ده بالنسبه لموضوع التوقيت القرار. حيثيات القرار واختيار طبعا مدرب، وكنا بنتكلم على المدربين، مدربين الاجانب. النادي الاهلي عنده سيفيهات مدربين اجانب كتير جدا، النادي الاهلي اختار واحد من افضل المدربين على المستوى الافريقي. مدرب عنده خبرات كبيره جدا جدا في البطولات الافريقيه. مدرب كمان خلينا نتكلم على المستوى الفني، مدرب بيلعب كورة، يعني مدرب كمان مدرسته قريبة من مدرسة النادي الأهلي، عنده خبرات كتيرة جدا جدا على الجانب الفني. موسيماني نفسه يعني عنده كمان وحبه للنادي الأهلي، وأول ما جاله أو تم الاتصال معاه كان عنده شغف إنه يكون موجود في النادي الأهلي، عنده طموح وعنده بيشن، وعنده كمان حكمه كمان. يعني من المدربين الكبار جدا، ليهم تاريخ على فكره كبير في على المستوى الافريقي زي ما اتكلمنا. يعني ده حيثيات القرار. يبقى النادي الاهلي اتعامل باحترافيه يا سهام في جزئين. توقيت القرار كان مهم جدا زي ما احنا قلنا، كان ممكن جدا النادي الاهلي يضرب كرسي في الكلوب بلغه الكوره كده، واحنا اوكي والراجل ده لا احنا مش عايزينه مع الف سلامه، ويبقى الموضوع واخد نوع يعني احنا الابطال. لكن الابطال بيبانوا في اتخاذ القرار في الوقت المناسب، حيثيات القرار، اعتقادي الشخصي ان مدرب المرحله اللي جايه ديت مهم جدا يكون عنده هذه الخبرات، عارف كمان فرقه النادي الاهلي وعارف اللعيبه اللي لعب معاها كذا مره، عارف في الاجواء الافريقيه، حصل على بطوله كاس الام يعني كاس افريقيا مع سان داونز. فكل دي عوامل بتقول ان القرار على المستوى الاحترافي قرار صائب جدا، توقيت القرار واختيار القرار بالنسبه للمسلمين. انا عايز اتكلم عن توقيت القرار واتخاذه في التوقيت المناسب. انت اخذته بسرعه جدا، وما اخذتوش غير وانت محدد مديرك الفني الجديد. صحيح، ما قعدتش مشتت في ايام الانتقالية دي. مفيش جاب او مفيش فعلا مرحله انتقاليه خليتك تتشتت او تفقد تركيزك. بالعكس، صحيح. انت لما تحدد عندك النهارده مدير فني واتعاقدت مع مدير فني جديد، هو ده يمكن كان التوقيت المناسب. هو ده التوقيت. فايلر مشي امبارح، فايلر مشي قلنا له شكرا، فايلر مشي ونقول له شكرا. النهارده خلينا بقى نروح نشوف تقرير عن التعاقد مع موسيماني كان شكله عامل ازاي، ونرجع نكمل كلام.
رغبة في العودة من جديد للسيطرة على عرش الزعامة الإفريقية، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة بإنهاء العلاقة التعاقدية مع السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقرار في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة القادمة، بالإضافة للتعاقد مع المخضرم بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد الجمعة ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، والذي يضم مدربا عاما ومعدا بدنيا ومحللا للأداء، كما ينضم للجهاز الكابتن سامي قمصان كمدرب مساعد والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب لحراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما، واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة. ودون شك تحدي كروي جديد ينتظر موسيماني مع القلعة الحمراء. الرغبة في التتويج بالبطولة الإفريقية هي الأساس والهدف المنشود بعدما نجح في التتويج باللقب مع سان داونز بطل جنوب إفريقيا على حساب الزمالك في عام 2016، وسطر اسمه في سجلات المدربين العظماء في تاريخ الكرة الإفريقية، ولهذا وقع عليه الاختيار من جانب مسؤولي القلعة الحمراء لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. عندنا بطولة مهمة اسمها البطولة الأفريقية اللي كلنا منتظرينها وخلاص دخلنا في 10، وعندك مباراة مهمة جدا يوم 17 ويوم 23 الشهر، فإن أنت بقى تتعاقد مع موسيماني تتعاقد مع غيره، الأهم حاجة أنه مجلس الإدارة أنت النهاردة بتدور على طبعا ليك أسباب، وموسيماني مش يعني أول مدير فني أجنبي أفريقي، لأن طبعا في مصريين، ولما نقول في مصريين يعني هما بالتالي أفارقة، فعشان بس نحدد الكلمة، هو أول مدرب أو أول يعني مدير مدرب فني أجنبي، يعني أجنبي أفريقي، لأن لا بيقولك ده من القارة الأفريقية. مجلس الإدارة على مر تاريخه بالتأكيد إدارة الأهلي الحالية لما قررت أنها تتعاقد معاه كان في أسباب، والموضوع مش أن احنا نروح نجيب مدرب من أوروبا وخلاص، لا، هنا النادي لما بيشتغل على الهدف، ولما بيدور على الهدف، الهدف اللي بيحقق لك يعني اللي بيحقق في النهاية إسعاد الجماهير. علشان كده موسيماني الاختيار طبعا، يمكن الكرة مكسب وخسارة وكلنا عارفين كده، بس المطلوب من أي مدير فني هيجي من القمر حتى وأي لاعب النهاردة أنه يشتغل عليه ويبذل أقصى جهد أو أقصى مجهود. إدارة النادي الأهلي شافت أن موسيماني ده هو رجل المرحلة، هو عنده راجل عنده خبرات إفريقية رائعة جدا، أفضل مدير فني في القارة يعني موسم 2016، كان مدرب لسان داونز وفاز معهم بدوري الأبطال وكاس السوبر الأفريقية. عندنا مواجهة مهمة قدام الوداد زي ما قلنا، وهو على فكرة من المدربين اللي اتقابلوا مع الوداد كتير جدا، وعندنا يمكن هدف النهاردة تاني أنه الأهلي يكون عنده فريق قادر على الفوز بكل البطولات الأفريقية. هو ده هدفنا الموسم اللي جاي، هو ده هدفنا. هو مدير فني عنده خبرات في تكوين فريق، الفريق ده قادر أنه فعلا يحقق الهدف ده، وكمان عارف فريق الأهلي كويس وعارف اللعيبة، لأنه اتقابل يمكن مع الأهلي أعتقد أربع مرات صح. وحقق حلمه النهاردة أنه يتواجد مع النادي الأهلي، واحد من المدربين الكبار في أفريقيا، قاد فريق سوبر سبورت يونايتد من موسم 2001 لموسم 2007، تواجد في الجهاز الفني المنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم كمدرب مساعد من موسم 2007-2010، وقاد منتخب جنوب أفريقيا كمدير فني من موسم 2010 لموسم 2012، وبعد كده قاد فريق سان داونز الجنوب أفريقي من موسم 2012 ل 2020. موسيماني حقق خلال مسيرته التدريبية دي 10 ألقاب، 5 ألقاب
في دوري جنوب أفريقيا، بطولتين كاس وبطولة ولقب دوري، صح، ولقب دوري أبطال أفريقيا، ولقب طبعا على مستوى السوبر الأفريقي. وهو في طريقه للقاهرة النهاردة، بيبدي سعادته وتحدث مع بعض وسائل الإعلام في بلاده، وطالب جماهير النادي الأهلي العاشقة التحلي بالصبر عليه علشان يقدر يقدم فكره وخبراته مع الفريق. وكمان طبعا شكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ووجه رسالة للجماهير عن طريق قناته، هو لسه في المطار، هنروح نشوف اللي قاله ونرجع تاني. أنا أستعد لركوب الطائرة في طريقي للانضمام إلى نادي القرن في أفريقيا. هو حلم كبير بالنسبة لي، وأنا متحمس بشدة لمقابلة جمهور الأهلي المتحمس، الجماهير التي سكنت قلبي واستحقت احترامي خلال مواجهاتنا السابقة. الأهلي هو أعظم نادي في العالم، وجماهيره هي الأفضل. أنا أعرف حماسكم لناديكم، وأنا أثق في دعمكم لي لتحقيق أحلامنا معا. أنتم الدرع والسيف، أنا أراهن عليكم، وأراهن على تاريخ النادي العريق، وأراهن على الإدارة المحترمة المحترفة. نحن في هذا معا حتى يكون الأهلي دائما في القمة. الأهلي سيبقى رقم واحد بفضل دعمكم المستمر. نحن معا في السراء والضراء، الأهلي فوق الجميع. طبعا كلام مهم جدا، زي يعني رسالة لكل الجماهير، بيوجه فيها طبعا تحياته لجمهور النادي الأهلي اللي هو عارف قيمته وعارف أنه بالملايين. وتحس في الخبر والفيديو انه كمان هو داخل كمان على مسؤوليه، وداخل على تشالنج كبير جدا. طبعا انت يعني هو مدرب كبير وعنده خبرات افريقيه، لكن كمان عنده تشالنج، وهو من خلال الرساله ديت عارف ومتاكد ان كمان الجماهير النادي الاهلي هي الداعم الاساسي ده. من خلال حتى الفيديو لاحظنا ان هو طبعا محتاج السبورت دوت بشكل كبير جدا. اي مدير فني بيجي جديد لنادي كبير زي النادي الاهلي اكيد بيحتاج السبورت بالنسبه للجماهير، محتاج الثقه، ومحتاج الثقه في نفسه وفي جهازه الفني. يعني خلينا نتكلم، يعني الواحد كمان سعيد بنقطه ان النادي الاهلي كمان تمسك او يتواجد البلجيكي ميشيل يانكون، طبعا ده مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي اللي كلنا كنا سعداء بوجوده السنه دي، والمستوى الرائع اللي وصل ليه محمد الشناوي. وخلينا بس اتكلم كمان، ودي رساله لجماهير النادي الاهلي، خلينا دايما انتم متعودين واحنا متعودين ان يكون دايما احنا سبورت لاي حد يكون موجود، مدرب اجنبي، لو كان مدرب مصري، مدرب يعني ممكن السي في يكون قليل شويه مش موسيماني، لكن احنا كنا حتى بنتكلم على فايلر، طب السي في قليل، فايلر خد ثقته من جماهير النادي الاهلي، اكيد كان عنده بصمه فنيه. خلينا يبقى سبورت لاي حد موجود لبيتنا لكياننا، اكيد يعني مش عايزين نقول ان هو الراجل دوت، وخلينا نتكلم بكل امانه، هو جاي عشان ياخد بطوله افريقيا، ولا قدر الله لا قدر الله يعني ما حصلش حاجه، يبقى الراجل ده خلينا نتكلم بروفيشنال شويه. الراجل عنده عقد سنتين، وان شاء الله باذن الله عنده طموحات زي ما احنا كلنا عندنا طموحات وعندنا امال ان البطوله الافريقيه والتاسعه تكون في بيتنا هنا في النادي الاهلي، لكن محتاج قبل دوت ان السبورت من الجماهير. وهو حتى للاسف قال في بعض التصاريح يا سهام انه بيتاسف ان الجماهير مش موجوده في الملعب، لانه عارف قيمه جماهير طبعا النادي الاهلي طبعا، وعارف قد ايه سبورت. لكن الفيديو اللي شفناه اعتقد كان فيديو معبر عن مدى المسؤوليه كمان اللي هو جاي بيها، ومدى معرفته انه عنده مسؤوليه كبيره، ومدى سعادته كمان باداره النادي الاهلي، بجماهير النادي الاهلي، وبلاعيب النادي الاهلي، لانه عارف كمان اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه. فان شاء الله كل دوت اسم النادي الاهلي طبعا أكيد. كل ده يعني عايز يعني ان شاء الله يتطور وباذن الله سريعا ويترجم ان شاء الله بالفوز بالبطوله الافريقيه ان شاء الله. يعني دي اهم حاجه، وده اللي احنا مركزين عليه، واحنا لسه مكملين مع حضراتكم في اجواء خلينا نسميها التعاقد مع موسيماني. النهارده السفير احمد الفضلي سفيرنا في جنوب افريقيا كان حريص على انه يهاني موسيماني بعد تعيينه مدير فني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، خلفا طبعا لرينيه فايلر السفير
الفضلي أكد على التواصل مع موسيماني وجهازه المعاون ووداعه طبعا قبل مغادرته مطار جوهانسبرغ النهاردة، كان طبعا في طريقه للقاهرة زي ما حضراتكم شفتوا كده علشان يبدأ مشواره مع الأهلي بشكل رسمي، وقدم له التهنئة على تولي المهمة دي، مهمة قيادة الفريق الأول كمدرب من جنوب أفريقيا في مصر، أول مدرب أجنبي أفريقي زي ما قلنا بيتولى قيادة الأهلي عبر تاريخه. كمان سفرنا في جنوب أفريقيا كان بيؤكد على أنه هذا الاختيار لقيادة الأهلي، اختيار موسيماني، هي دي الترجمة العملية في المجال الرياضي لعمق العلاقة مع الأفارقة وجنوب أفريقيا على وجه التحديد، وتعزيز للعلاقات المصرية الجنوب أفريقية على المستوى الشعبي نظرا لما يتمتع به الأهلي وسان داونز من شعبية كبيرة. كمان أعرب عن ثقته في قدرة المدرب موسيماني على أداء مهمته بنجاح في ظل هذه الإنجازات الكبيرة، يمكن احنا استعرضناها مع حضراتكم مع فريق سان داونز تحديدا بعد قيادته بالتتويج بدوري ابطال افريقيا وكاس السوبر الافريقيه، واتمنى طبعا له التوفيق في مهمته مع النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا خلينا نتكلم، حان وقت العمل خلاص، يعني احنا اتكلمنا، الراجل جه ان شاء الله في الطريق باذن الله يتولى المسؤوليه في المباراه القادمه، حان وقت العمل دلوقتي، وكلنا وراء الجهاز الفني بالكامل، وراء مجلس الإدارة، كلنا بنتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي على حتى من مشواره في باقي الدوري، ولكن الاستعداد الجيد لمباراة الوداد، فزي ما بقول حان وقت العمل خلاص، كلنا ورا الراجل، كلنا سبورت ليه، وإن شاء الله داعمين ليه وداعمين لمجلس الإدارة، وكلنا جماهير النادي الأهلي إن شاء الله التاسعة الأفريقية تكون في البيت الكبير هنا وتكون موجودة معانا إن شاء الله. يا رب. نروح لأخبارنا بقى والنادي الأهلي، الفريق طبعا كان عنده يعني بعد راحة بعد مباراة الترسانة، بيعود طبعا بكرة إن شاء الله الجمعة على التدريب في الاستاد التتش طبعا، استعدادا طبعا للمباراة القادمة واستكمال بطولة الدوري. طبعا عندنا ماتش مهم جدا قدام المقاولين طبعا فرقة محترمة، الماتش إن شاء الله يوم الأحد، المباراة استعداد طبعا، وهيكون موسيماني طبعا هو المتولي المسؤولية الفنية لهذه المباراة، ويبدأ بقى يحط الشكل العام اللي هيبدأ يحضر بيه الفريق الفترة اللي جاية. لسه عندنا كمان أربع مباريات، كل دي عملية بقى تحضيرية بالنسبة للموسيماني، يتعرف كمان أكتر على اللعيبة، الأجواء دي مهمة جدا، أجواء أوضة اللبس، أجواء اللعيبة، الحالات النفسية، الإصابات، الغيابات، كل دوت هيتعرف عليه إن شاء الله سريعا لما يرجع بإذن الله، عشان نستعد إن شاء الله لمباراة المقاولين ومباراة الدوري استعدادا لطبعا المهمة الأكبر بطولة أفريقيا إن شاء الله. طيب الأهلي يمكن امبارح كان بيجرب مجموعة كبيرة من اللعيبة وحقق فوز مهم، هنروح دلوقتي مع حضراتكم نشوف تقرير ونعرف آراء الجمهور في فوز الأهلي على الترسانة، ونرجع البيت الكبير. الشوط الاول كان لحد ما معقول، ويعني مستوى كويس يعني من ناحيه الاداء، وخصوصا ان الجونين جم في وقت كويس. الاداء كان حلو قوي، والمهم ان هم كانوا كسبانين 2-1. اتمنى ان احنا نبتدي نفوق، او نبتدي يبقى في انتر اكتنج في الماتش اكتر من كده شويه. هو الاداء كان كويس جدا، بس احنا كنا متوقعين احسن من كده، بس الحمد لله ان احنا وصلنا للدرجه دي 2-1 مع الترسانه، دي حاجه كويسه جدا، ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. الفرقه بتتحسن كل مدى يعني كده، ربنا يوفقهم ان شاء الله بقى في دور الثمانيه وناخد الكاس ان شاء الله. شحات مع الكره، عرضيه حلوه، وادي المره دي الهدف الثاني، ادي المره دي الهدف الثاني، وحسين الشحات رايق. الاداء كان يعتبر معقول في ظل ان احنا عندنا دلوقتي بطوله افريقيا، فلازم نريح اللعيبه الاساسيين اهم حاجه دلوقتي من مباراه الكاس، فبندي فرص للعيبه اللي ممكن ما تكونش بتلعب بقى لها فتره، اللعيبه اللي بتلعب بس برضو بتحاول تحافظ على مجهودها عشان بطوله افريقيا اهم حاجه ان احنا نعدي الدور اللي جاي، والحمد لله دي النتيجه اهم شيء، يعني احنا 2-1 كده صعدنا خلاص، ده الاهم في الموضوع يعني. والله الماتش كان كويس، وشايف فيه تغييرات كويسه، وشايف ان الاداره هتجيب الكابتن الجديد ده حاجه كويسه، والمدرب الجديد حاجه كويسه، وفي اهتمام جامد جدا بالفريق وبالاشبال وبكل حاجه، وكان ماتش كويس والاداء كويس جدا. الماتش ما كانش قوي طبعا، بس عشان ضغط الماتشه والمباريات ورا بعض ده في وقت قليل، ده بيعمل اكيد يعني بيعمل في اي ماتش في اي فريق بيعمل تشوك يعني معايا. اخبار النادي الاهلي خلصت،
يمكن كان أبرزها التعاقد مع موسيماني لموسمين مقبلين بإذن الله. نروح لفاصل ونرجع نكمل أخبارنا البيت الكبير. اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نروح نعرف بعض اخبار انديه الدوري الممتاز، ونبدا من نادي الاتحاد السكندري اللي بيعيش حاله فنيه غير مرضيه طبعا بعد الخساره في الجوله الماضيه امام بيراميدز. المباراه دي اللي حصل فيها ازمه كبيره جدا بين ايمن غباشي، ده لاعب نادي الاتحاد، وعدد من جماهير النادي، وطلب مجلس اداره الاتحاد السكندري برئاسه محمد مصلحي تقرير مفصل من الجهاز الإداري للفريق عن واقعة أيمن الغباشي اللي قام بيها بعد التعدي ببعض الألفاظ الخارجة من الجماهير أو بعض عدد من الجماهير اللي حضرت مباراة بيراميدز. طبعا المباراة اللي أقيمت في استاد الدفاع الجوي أدت طبعا يعني جماهير بتتكلم واللعيب رد عليهم. الاتحاد طبعا خسر المباراة أمام بيراميدز بهدف لا شيء للغاني طبعا جون أنتوي، ضمن فعاليات الجولة 30 للدوري، وظهور طبعا حالة من الغضب الكبيرة جدا لدى الجماهير أو بعض الجماهير اللي كانت حاضرة المباراة. طبعا من المقرر كمان أن محمد مصلحي رئيس النادي بيدرس الموقف بشكل جاد جدا في حالة طبعا تأكده أن شباك اللاعب لفظيا مع جماهير نادي الاتحاد هيتم طبعا معاقبته ماليا وإداريا. ده طبعا طبقا للائحة، لائحة الجزاءات المقررة من الكابتن طلعت يوسف رئيس الجهاز الكرة طبعا والمدير الفني للفريق والمعتمدة من مجلس إدارة الفريق. مين الجماهير دي؟ ما أنا يعني مين الجماهير؟ يعني حضرت إزاي؟ الجماهير حضرت زي بعض الأفراد يعني بتبقى متواجدة بطريقة عشوائية شوية، ويمكن الخبر الناس بتقول هو في جماهير في الملعب أو في عدم حضور جماهير. عندك ظروف كورونا يعني. لكن أيا كان لو في حتى 3-4 وحصل مشادة ما بين اللاعب وبين الجماهير، يعني هو طبعا الجماهير عندها حق أو جزء من الجماهير، أو أنت عارفين طبعا الاتحاد السكندري في الفترة الأخيرة طبعا يسام عنده شوية مشاكل في النتائج. الجماهير كانت تتمنى هو يكون في مركز متقدم يخش المربع الذهبي ويمثل حتى على البطوله العربيه، لكن الاسابيع الاخيره بصراحه في يعني في معدل هزايم كبير جدا. ماشي، بس ده ما يمنعش انه في اسس وفي لوائح. طبعا ما ده عشان كده وتطبق على اللعيب وجهازه الفني طبيعي. وعلى اللعيب والجمهور، وده اللي بيعمله محمد مصلحي. وبرده مين الجماهير؟ برده مين الجماهير اللي حضرت؟ انت في اجواء الكورونا دي المفروض يعني بحساب جدا، فاهم؟ الماتشات يعني ها لا هو طبيعي ما فيش طبعا جماهير اصلا، لكن بيقول لك بعض الاحيان يعني بيكون جماهير مش جماهير، احنا ما بنتكلمش على 30 40 الف، يمكن 5 6 من اللي بيحبوا نادي الاتحاد السكندري كانوا موجودين في المدرجات، وبالتالي العقوبه منتظره اللاعب، وده شيء اداري وده شيء مهم جدا ان يعني المستوى الالتزام لازم يكون موجود. ومحمد مصلحي طبعا راجل بيقدم الدعم بشكل كبير جدا، اذا كان دعم مالي او دعم فني يعني ما بيأثرش مع الاتحاد السكندري. كان لازم جدا واضح جدا في لائحه تطبق على اللعيب، ونتمنى نشوف ان شاء الله نادي الاتحاد في يعني في تقدم، لان بقول لك المستويات لحد ما الاسابيع اللي فاتت مش على قد المستوى. طبيعي. نادي سموحه اللي بيحقق نتائج جيده جدا في الفتره الاخيره. مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه اكد على ان فريقه ملتزم انه يخوض مباراه الزمالك في كاس مصر المقرر ليها يوم الاثنين اللي جاي بعد رفض اللجنه الخماسيه تاجيل اللقاء. مهندس فرج اكد انه كان ما بيمنعش التاجيل، وقال انه بالفعل الفريق غادر اسكندريه وتوجه الاسماعيليه علشان يلاقي الدراويش في بطوله الدوري. بعد كده يعني ميعاد المباراه اتاجل، والنهارده كتب المهندس فرج عامر على حسابه على فيسبوك، كتب كده: وافقنا على تأجيل مباراتنا مع الزمالك في كاس مصر بشرط موافقة اللجنة الخماسية، من واقع التزامنا بتسهيل مأمورية الزمالك في مهمته الوطنية نحو الوصول للنهائي الإفريقي، لكن طبعا في ظل رفض اللجنة الخماسية للتأجيل بنلتزم بلعب المباراة في موعدها المحدد مسبقا الاثنين اللي جاي في
الإسماعيلية بإذن الله. إن شاء الله. يعني كان زي ما بقولك هو كان في محاولة ما إن المباراة تتأجل، لكن هو طبعا تاني تأكيد للوائح وتأكيد إن اللجنة الخماسية هي المسؤولة دلوقتي عن المباريات بشكل كامل، تم يعني طبعا رفض التأجيل وإن شاء الله المباراة تقام في ميعادها. نروح للنادي الإسماعيلي، طبعا من الأندية المحببة لجماهير الكرة المصرية. طبعا مسؤول النادي في الفترة الأخيرة كان بيدعمه بشكل كبير جدا، بيدعمه بالشكل المادي، وكان في مكافآت بالنسبة للعيبة بعد فوزهم من المباراة اللي فاتت، كمان على المستوى التعاقدي. على مستوى التعاقدي بيعملوا اتفاق مع اللاعب محمد رمضان، ده طبعا لاعب فريق مصر المقصة، من أجل ضم اللاعب إن شاء الله لصفوف الدراويش بداية من الموسم القروي المقبل، خاصة أن اللاعب أصبح حر، ما عندوش يعني هو حر ما عندوش أو عقده انتهى، ومن حقه أن يوقع لأي نادي أو أي فريق في الفترة اللي جاية دون الرجوع لإدارة النادي الفيومي بعد ما انتهت طبعا مدة تعاقده. زي ما قلنا حدد مسؤولي الإسماعيلي رتوش التعاقد مع محمد رمضان، وتم الاتفاق فعلا على كافة بنود التعاقد بين الطرفين، ان الامر اصبح يعني متوقفا على توقيع الرسمي او الاعلان الرسمي للصفقة، لا سيما زي ما بنقول ان اللاعب كان يمكن عنده بعض العروض من المقاولين العرب والانتاج الحربي، انه في الاخر توصل ان شاء الله يكون متواجد مع الدرويش ان شاء الله الموسم اللي جاي. نروح للمنتخب الوطني الاول واللي بنتمنى له اكيد التوفيق خلال الفترة اللي جاية، وده بعد ما طلب حسام البدري المدير الفني من اتحاد الكورة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 7 نوفمبر اللي جاي بدلا من يوم 9 من نفس الشهر، استعدادا لمباراتي المنتخب أمام توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 في الكاميرون. اتحاد الكورة مبدئيا وافق على هذا الأمر لحين حسم موقف الأهلي والزمالك من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا المحدد ليها إن شاء الله يوم 6 نوفمبر اللي جاي. طبعا خلال الساعات اللي فاتت كانت اللجنة الخماسية عملت اجتماع مع كابتن حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب عشان يناقشوا كل الترتيبات الخاصة بالمباريتين دول أمام المنتخب أمام توجو، وعرض البدري طلباته قبل المعسكر اللي جاي، وتلقى الوعود من اللجنة الخماسية أنها توفر له كل الدعم عشان يحقق الفوز في المباريتين المهمين دول أكيد، وتصدر المجموعة بالتصفيات الأفريقية. كل التوفيق للمنتخب طبعا كل الوطني، يعني كل التوفيق للكابتن حسام البدري ومنتخبنا القومي. زي ما قلنا مباراتين مهمين جدا، وإن شاء الله الاستعداد يكون استعداد جيد. الكابتن حسام طلب بس يومين قبل المعسكر الرسمي، كان المفروض يوم 9 عايز يوم 7. أكيد طبعا إن شاء الله كلنا ورا المنتخب وكلنا داعمين لمنتخب مصر. تعالوا نروح طبعا لأخبارنا العالمية طبعا، وحديثنا نبدأ الحديث أكيد المهم جدا النهاردة، يعني أقيم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا في مدينة نيون السويسرية قرعة دورة مجموعات لبطولة أبطال أوروبا موسم 2021. طبعا اسفرت طبعا القرعه مجموعات ناريه زي ما احنا متعودين، كلهم يعني كلهم فرق كبيره جدا. هنعرض نستعرض حاليا مع حضراتكم المجموعه الاولى طبعا بتضم بايرن ميونخ طبعا حامل اللقب، اتلتيكو مدريد، سالزبورغ، ولوكوموتيف موسكو. المجموعه الثانيه فيها ريال مدريد، شختر، وانتر ميلان، وبروسيا مونشن جلادباخ، طبعا كلها مجموعات قويه جدا. المجموعه الثالثه بورتو، المان سيتي، اولمبياكوس، واولمبيك مارسي. المجموعه الرابعه ليفربول، اياكس، اتلانتا الايطالي، وميتلاند. المجموعه الخامسه اشبيليا، تشيلسي، كواستورد، وستاد رين الفرنسي. المجموعه السابعه زينيت مع بروسيا دورتموند، لاتسيو، وكلوب روج. والمجموعه السابعه اليوفنتوس برشلونه. يوفنتوس برشلونه اكيد تاني هيبقى في يعني اصطدام ما بين رونالدو وميسي، وهنشوف طبعا هيكون مباراة كبيرة جدا جدا هنستمتع بيها إن شاء الله. دي كانت المجموعة السابعة. نخش على المجموعة الثامنة، باريس سان جيرمان مع المان يونايتد، لايبزيج الألماني، واسطنبول باشاك طبعا شهير ده البطل التركي، كلها مجموعات قوية جدا. وفي مجموعة الموت طبعا، في مجموعات إن شاء الله احنا دايما بنستمتع بالتشامبيونز ليج، بطولة أوروبا ليها مذاق خاص عند كل جماهير العالم طبعا، كلنا منتظرين يعني انا منتظر مباراه اليوفنتوس وبرشلونه، فيها فرق قويه جدا طبيعي. ودايما دوري ابطال اوروبا يعني كرتها ممتعه وبتحظى بالاثاره وما بنشوفهاش بسرعه في اي مكان تاني. لا طبعا بطوله كبيره ان شاء الله منتظرينها يعني بفارغ الصبر.
ده كان خبر مهم. وفي خبر مهم كمان النهارده من مدينه نيون، اللي النهارده الاتحاد الاوروبي لكره القدم يويفا برضو كان بيعلن عن جوائز الافضل في قاره اوروبا خلال عام 2020. مهاجم فريق بايرن ميونخ النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي حظى بجائزه افضل لاعب في قاره اوروبا الموسم 2019-2020. كمان ليفا كان يعني ضمن موسم الموسم بتاعه طبعا التاريخي توج بجائزه افضل مهاجم في اوروبا. والحقيقه السنه دي كان موسم مش عادي له تحديدا، لانه كان سبب رئيسي في فوز البايرن بخمس بطولات: دوري ألماني، كاس ألمانيا، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي والسوبر الألماني. كمان توج هدافا لدوري أبطال أوروبا ب 15 هدف، وهداف للدوري الألماني كمان الموسم اللي فات ب 34. لا يعني هو طبعا لاعب رائع، لاعب بولندي مميز جدا، أعتقد من أفضل المهاجمين على مستوى العالم، بيقدم مستويات مع البايرن من ساعة ما كان حتى في دورتموند وانتقل للبايرن، بيقدم مستويات رائعة حتى على مستوى المنتخب البولندي، يستحق طبعا هذه الجوائز الكتيرة جدا. والبايرن عامة بيحقق السنة اللي فاتت يعني نقدر نقول بقى الرباعية والخماسية، بيحقق نتائج كبيرة جدا جدا. طيب تعالى نروح بقى بقية جوائز أوروبا النهاردة. طبعا أفضل حارس مرمى فاز بيها طبعا حارس مرمى البايرن مانويل نوير، أفضل مدافع فاز بيها ظهير أيمن البايرن برضو كيميتش دوت من افضل اللعيبه الموجوده، طبعا افضل لاعب وسط كيفن دي بروين ده طبعا لاعب المان سيتي، افضل مدرب ما فيش شك هنري فاليك ده طبعا مدرب البايرن ميونخ، افضل لعيبه فازت بيها اللاعبه بيريل هاردر دي لعيبه تشيلسي الحاليه، وفولسبورج الالماني السابقه بجائزه افضل لاعبه في اوروبا موسم 2019-2020. وزي طبعا الجوائز متوقعه على مستوى البايرن، بيتحقق ان بايرن بيحقق معدلات كبيره جدا بالفوز، احسن حارس مرمى، احسن ظهير ايمن او مدافع، بنتكلم على احسن راس حربة يعني. البايرن كمان مع مدربه زي ما بتكلمنا ده مدرب كان مساعد واستلم المهمه وعمل زي ما بقول لك ارقام قياسيه كبيره جدا، وبيلعب كوره جميله جدا. فالبايرن، وخلينا نتكلم ان الكوره الالمانيه بدات كمان ترجع لمستويات عاليه جدا، كان موجود في نهائي التشامبيونز ليج او في دور الاربعه ثلاث مدربين من المانيا، فانا شايف ان اللي اتحقق ده مع مدير فني كان جاي مؤقتا اصلا، كان جاي بشكل مؤقت لكن خد الثقه وهو عارف طبعا. كل المدربين اعتقد المدربين الالمان كمان عندهم مدرسه خاصه جدا وبيشتغلوا بشكل اكتر من رائع، بشكل احترافي كبير جدا، بدليل ان في ثلاث مدربين من اربع فرق في المربع الذهبي في التشامبيونز ليج كان موجود من المانيا، ولايبزيج والبايرن، وكان موجود باريس سان جيرمان، فكل دول مدربين المان على مستوى عالي جدا. وانا بقول لك الكره الالمانيه بدات تاني ترجع لمستويات متقدمه، بعد كان اسبانيا شويه خدت فتره، لكن المانيا رجعت تاني بقوه يعني. طب برشلونه ايه؟ برشلونه كسبان لغايه دلوقتي. خبر مهم تاني عن برشلونه او من برشلونه في واحده من اهم الصفقات للنادي الحقيقه في الموسم الجديد. نادي برشلونه بيعلن النهارده عن تعاقده مع الظهير الايمن الامريكي تشاب سيرجينيو، طبعا جاي من نادي اياكس امستردام الهولندي. نادي برشلونه نشر على حسابه الرسمي على تويتر نبأ التعاقد مع اللاعب، وطبعا رحب بيه واكد انه هذا التعاقد مع اللاعب لمده 5 سنين بتنتهي في يونيو 2025، وانه اللاعب وقع على عقود انضمامه رسميا للنادي النهارده بعد ما تجاوز الاختبارات الطبيه اللي خضع عليها طبعا في المدينه الرياضيه لنادي برشلونه، وبعد ايضا ما انتهت كافه الاجراءات اللازمه بين برشلونه ونادي اياكس امستردام. في تقارير بتتكلم عن انه القيمه الاجماليه للصفقه دي 21 مليون يورو تقريبا، بالإضافة ل 5 مليون يورو كمتغيرات في المستقبل، وفقا طبعا لأدائه ومشاركاته في برشلونة، الأهداف اللي هيسجلها، وأيضا البطولات اللي هيحصل عليها مع الفريق. طبعا هي التعاقد متغيرات طبعا. طبعا هو طبعا سيرجيو ديس ده لعيب عنده 20 سنة لسه، مواليد 2000، اللاعب تألق بشكل كبير جدا جدا مع صفوف أياكس. خلي بالكم أياكس كمان من المدارس اللي بتصنع
بيصنع نجوم كبار، وعلى المستوى اللعيبه الصغيره شفنا حكيم زياش برضو اتنقل بعد تألقه مع اياكس اتنقل لتشيلسي. طبعا النقطه المهمه زي ما بتقولي ان في 5 مليون يورو ده على حسب اللاعب هيشارك قد ايه في المباريات، هيحصل على بطولات قد ايه، ممكن يحرز كم هدف، كل ده يوت من خلال التعاقد. ولكن خليني كمان ان اقول لك اسلام ان في شرط جزائي 400 مليون يورو، ده شرط جزائي حطيته البارسا، يمكن يعني اللي زي ما بيقولوا كده اللي اتلسع مش عارف من ايه بينفخ في الزبادي. طبعا 400 مليون ده شرط جزائي في حاله التعاقد مع هذا اللاعب صغير السن، عنده لسه 20 سنه، وبالتالي برشلونه بيحاول يتعلم من اخطائه. يمكن احنا ما بنقولش اللي جاي ده ميسي، لكن بيحاول يحط شروط جزائيه كبيره جدا دلوقتي من تعاقدات اللعيبه اللي شايف انها ممكن في المستقبل، لسه لعيب عنده 20 سنه، ممكن خلال 4 أو 5 سنين يبقى لعيب مميز جدا ويبدا الانديه تطلبه. فهو مأمن نفسه بشكل كبير ب 400 مليون يورو شرط جزائي. ودي واحده من احلامه زي ما قال انه يلعب طبعاً في نادي كبير زي برشلونه، فدي واحده اكيد من احلامه، وخاصه ان هو لسه صغير في السن، مواليد 2000 زي ما انت قلت. لسه مع الاخبار العالميه هنروح للبوسني وحيد خلال يوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب اللي تعرض النهارده لهجوم كبير جدا بسبب عدم ضمه لمهاجم النصر السعودي عبد الرازق حمد الله، وبعد الهجوم اضطر المدير الفني وقام بتذكير الجماهير لما نشر على حسابه الرسمي على انستجرام انه قرر الاعتزال دوليا. تعالوا نشوف التقرير ده وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل اولى فقراتنا الحواريه في البيت الكبير. لعنة السوشيال ميديا لم تتوقف بعد في عالم كرة القدم، وعقب الانتقادات اللاذعة التي تلقاها البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني المخضرم لمنتخب المغرب بسبب عدم ضمه لمهاجم النصر السعودي عبد الرازق حمد الله، جاء رد المدرب غريبا أمام وسائل الإعلام. واضطر مدرب أسود الأطلس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبر تقنية الفيديو كونفرنس لتذكير الجميع من خلال مطبوع به ما كتبه حمد الله عبر حسابه الرسمي على إنستغرام أنه قرر الاعتزال دوليا. خليلوزيتش لم يتوقف عند إظهار المنشور الذي يعلن فيه حمد الله الاعتزال الدولي، وإنما أكد أن المهاجم المغربي المتألق في الدوري السعودي لم يرد على اتصالاته ورفض الحديث معه في مناسبات سابقة. وسبق أن سخر خليلوزيتش من سؤال صحفي عن عدم استدعاء هداف عالمي بقيمة حمد الله، وهو ما استغربه المدرب البوسني حيث لم يتقبل اعتبار مهاجم النصر السعودي هدافا عالميا. اهلا بحضراتكم في فقرة الحواريه الاولى. دايما منورنا اثنين من النقاد الكبار جدا على المستوى الرياضي وخاصه كره القدم. منورنا اكيد الاستاذ جمال الزهيري، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا كابتن هاني. طبعا الاستاذ محمد القوسي، اهلا بيك في البيت الكبير. اهلا بك يا كابتن هاني، منورنا دايما. انت منور دايما، بتيجوا في الاجواء سخنه وان شاء الله الدنيا هتولع. انا عارف حضرتك ان انا موجود كمان مع واحد من اساتذه النقد الرياضي الاستاذ جمال الزهيري. انا سعيد بوجودي معاك يا قوسي طبعا، ومع كابتن هاني على طول. ربنا يخليك، ان شاء الله تبقى حلقه مميزه ان شاء الله. بنحاول بقدر الامكان، احنا وقتنا بيبقى صغير شويه، لكن بنحاول نتكلم في كل القضايا. قبل ما نتكلم في اي قضيه، طبعا لسه من دقايق انتهاء مباراه نادي الزمالك والمصري بفوز نادي الزمالك 1-0، لكن كان في احداث مؤسفه جدا خلال وبعد المباراه كمان. يعني موقف كان صعب جدا، وموقف كان عليه علامات استفهام كتيره جدا، ان يعني فرجاني ساسي بشكل واضح وصريح بيتعدى لفظيا على الحكم، وكمان بيتعدى بلمس الحكم. يعني شفتوا الموقف ده ازاي؟ يعني الحقيقه مشهد غريب جدا، مشهد غريب على الملاعب. لكن عايز اقول كلمه في البدايه كابتن هاني، يعني اذا كانت اداره النادي بتعطي تصريح للاعب انه اذا حكم لمسه يضربه بالقلم على قفاه، فطبيعي جدا ان اللاعب، وده كلام موجود ومسجل، ما حدش يعني بيالفه، يعني تصريح رسمي، لو اي حد مسك للعيبه الزمالك اضربه. فالنهارده شفنا ده ساسي بينفذ ده على ارض الواقع، وتقريبا يعني بيجيب الحكم من قفاه وسماعه. كان الحكم امين عمر طبعا. طبعا كان حكم امين عمر، طبق انذار وبعد كده كارت احمر. اعتقد ان دي يعني واقعه مهينه جدا للتحكيم، مهينه جدا للجنه الخماسيه.
ان لم يكن هناك ردع قوي وحمايه قويه من اللجنه الخماسيه وموقف، هنشوف ما هو اسوا من ذلك. اللائحه واضحه في هذا الامر وفي هذا الاتجاه، اللمسه الحكم او الاعتداء على الحكم 8 شهور ايقاف، ما فيهاش تفكير. كهربا عمل اقل من كده وتوقف الاهلي خسروا الفتره دي كلها. يعني موقف يعني انا حتى كنا لسه ما دخلتش، كنت بتفرج على المباراه، موقف صعب. وبعدين لاعب دولي والمفروض انت بتلعب في نادي كبير، لكن الموقف نفسه الرد والتقريبا مد الايد، هي مهزله الصوره هي كمان، هي مهزله للاسف يعني، بتمد ايدك بتضرب الحكم بالقلم، ده شيء يعني مؤسف. اهي اهي السرعه قدامنا اهي يعني، والناس كلها شافتها يعني، ده منظر سيء جدا يا استاذ. طبعا محمد. طبعا يعني فعلا اذا اللجنه الخماسيه عايزه الاحترام لابد انها تتخذ يعني اقصى العقوبه، لانه في ايه بعد كده يعني، بعد الموقف ده ايه اللي هنشوفه بقى في الملاعب؟ ان الحكم يترمي على الارض والناس تدوسه مثلا؟ لابد ان يكون هناك اجراء مش عنيف، اجراء مناسب. مش في لائحه لحجم الجريمه، في لائحه، ما اللائحه موجوده واضحه جدا زي ما الاوسي قال، يعني ان هي الايقاف يعني لمس المساعد او يعني احنا بنتكلم اي سلوك غير رياضي تجاه الحكم او مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه، ده بتتكلم في 4 مباريات و50,000 جنيه الدفع باليد للحكم او احد مساعديه او احد 8 مباريات، بتتكلم على 8 مباريات و100,000 جنيه البصق على الحكم او احد مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه 8 مباريات و100,000 جنيه الاعتداء بالضرب على الحكم او مساعديه 8 أشهر و100,000 جنيه انت بتتكلم هو هي دي بقى هو الاعتداء. انت هنا بقى احنا مش عاوزين نخش في ايه، في تفاصيل هو عمل ايه. لا مجرد ان هو يفكر في ان هو يمد ايده توصل للحكم خلاص، ما هو ده اعتداء. اعتداء طبعا، مش هقعد بقى افسرها واقول لا اصله كان ناوي وفي اصل ما لمستوش اصل ايديه ما... انا مش هستنى يعني انا مش مفروض ان انا استنى لغايه ما ايده تلمسه، لكن لمست وكان لها توابع ونتيجه وظهرت. طبعا بالظبط، ما فعله ساسي اليوم هو ليس الاول، ولكنه يعني دي مرحله تانية بعد اللي عمله قبل كده، وغض اتحاد الكره المصري الطرف عنه، وتغاضت اللجنه الخماسيه وتغاضت لجنه الانضباط. عندما بالنسبه له خلاص بقى اللي عمله خلاص، عندما اهان فرجاني ساسي كل حكام مصر بصريح العباره، وكل المواقع الالكترونيه والصحف المصريه نشرت هذا التصريح ولم يحرك ساكنا لاحد، فانا ثبتك وانت سكت، المره الجايه اكيد ايه هضربك بقى زي ما حصل. ده اللي موجود يعني. ولو احنا خدناها بقى بالتفصيل ده اللي هو مكتوب في اللائحه، يبقى انت بتشجع. ما هو النهارده البني ادم اللي بيفقد اعصابه ويتدخل بهذا الشكل مع الحكم مش هيقدر يقول انا النهارده ناوي المسه بس النهارده لا مش هلمسه. ما هو طالما الاشتباك بدا، لا الكلام دوت انت بدات ايديك تطلع اتجاه الحكم، انت اتجاه الحكم انت بدات تمد ايديك ولمست الحكم، دي كارثه لو حصلت في اي حته في العالم في اوروبا. دي بتبقى وتخيل بقى لو يقدر يقرب في اوروبا، محدش طبعا لا يقدر يقرب، ولو في حد بيتجاوز على طول العقوبه بتبقى في ساعتها. وحضرتك قلت كلام مهم جدا يعني خلاص انت بتتكلم من واحد عمل مشكله قبل كده واتكلم بشكل سيء جدا عن التحكيم والموضوع والناس غمضت عينيها. طب خلاص طالما غمضت عينيها، عشان الناس غمضت عينيها من الاول يا كابتن هاني، مفيش حلول وسط يعني، مفيش مره ان انا اسامحه ليه؟ ما هو مفيش حاجه اسمها نسامح، ده شغل اتغلطت في غلطه وفي جدول للعقوبات. في كثيره من الاوقات بيكون هناك في كلب مكيالي يعني، شفنا قبل كده مثلا في ماتشات وديه ما كانوا قبل ما نرجع قبل كورونا، تم ايقاف حارس الاتحاد السكندري الهلال سليمان في مباراه وديه 3 مباريات في الدوري الممتاز عشان تجاوز، نفس الوقعه ارتكبها محمود علاء ولم يتم التوقيع عقوبه عليه في ماتش اسوان، محمود علاء بيعتدي على لاعب اسوان قدام الدنيا كلها ولم يحدث اي شيء. النهارده في وقعه ثانيه كمان ومكرره من لاعب صعد اللي هو امام عاشور. هذا اللاعب عمل ازمه قبل كده، كان في مباراه السوبر ومباراه الاهلي مع وليد سليمان، مباراه كارثيه طبعا، اعتدى على لاعب كبير بحجم وليد سليمان، طبعا حاجه يعني غير مقبوله. النهارده بيفجر ازمه عنيفه جدا وازمه قويه جدا، وبرده بيحتك بلاعيبه النادي المصري وبيعتدي وحاجات زي كده لهذا القبيل. هو سؤال ايه اللي سؤال كمان نقدر يعني
ساسي يقدر يعمل كده في الدوري التونسي، او لو بيلعب مع منتخب تونس يعمل هذا الاداء من اول حاجه بعد مثلا مباراه في الدوري التونسي يقدر يقول كده على التحكيم التونسي؟ لا طبعا. لا طبعا. مباراه دوليه او مباراه طبعا في الدوري التونسي يقدر يمد ايده على حكم في الدوري التونسي؟ لا هات بقى كمان على مستوى المباريات الدوليه في كاس العالم مثلا، هل يستطيع ان هو يعمل كده مع حكم؟ احنا ما شفناهاش. ولذلك انا بقول انه لابد ان تكون العقوبه صارمه، ليس لانه فرجاني ساسي تحديدا، لا بغض النظر انا بتكلم عليه ايه ولا بص انا حضرتك بتكلم عليه النهارده لاعب كره قدم في الدوري المصري. اللجنه الخماسيه كان لها الحقيقه يعني مواقف في اصدار عقوبات تجاه رؤساء انديه، واحنا حيينا اللجنه الخماسيه على ده. النهارده جه الدور بقى كمان ان هم يعني النهارده احنا عايزين نشوف هيعملوا ايه بصراحه. انا شايف ان ده تحدي جديد واختبار احنا نشوف للجنه الخماسيه طبعا. يعني حتى من خلال احنا معناش طبعا حقوق الفيديو، لكن كل ده موجود على الفيديو موجود على اليوتيوب، دي صور من الشكل المؤسف اللي احنا شايفينه. وكمان يعني خلي بالكم ده من ولد صغير امام عاشور دوت، المفروض لاعب مع المنتخب الاولمبي وكان عنده مشكله، والكابتن شوقي غريب قال لك مش هاخده علشان سلوكه. يعني ولد، ما هو انت لو ولد صغير بلعب في الملعب وشايف فرجاني ساسي اللعيب الدولي المحترف الكبير بيعمل كده هعمل زيه، بيعمل كده طب ما انا هعمل زيه واوثقه. واكتر من كده كمان لو بتتكلم على مسؤول في النادي اللي انا بنتمي ليه او بلعب له بيدي تصريح وبيدي برميشن، يا جماعه اللي يكلمك اديله على ما هو خلينا نتكلم يا جماعه طبعا هو الكورة. يعني حاجه كده بتحصل في العالم يا كابتن غير مسبوق. طبعا هو كان بيلعب قبل كده في الدوري السعودي، هل كان يجرؤ يبص الحكم في الدوري السعودي؟ لا لا يجرؤ. لو بيلعب في دوري اوروبا هيجرؤ ان يعمل كده؟ ما يجرؤش. التصريح اللي قاله كابتن عم يعاقب عليه، اداره النادي بتدي كارت اخضر لكل اللعيبه ان تضرب اي حكم على قفاه اذا الحكم بص له. ايه ما حدث اليوم فلابد خطوات ورا بعض، خطوات نتيجتها اللي احنا فيه ده. المره الجايه هتشوف حكم ياخد، انا اسف جدا في التعبير، يتضرب بالشلوت وياخد بوكس في وشه ويتعمل كده ونوصل لمراحل مهزليه. كمان اللي عمله معاه شوت ده برده لما كانش له عقوبات رادعه، لان واضح ان هو ما ارتدعش من العقوبه الاولى. مفيش وانا المفروض يا كابتن ان اللاعب اللي توقع عليه عقوبه، اي لاعب كان في اي فريق دون اي الوان وقعت عليك عقوبه عشان انت تجاوزت وخرجت عن النص لكنك لم ترتدع، تضاعف العقوبه طبعا. ولا ياخذ عقوبه على حجم ارتكبه اليوم، لان ده ليه سابقه خطيره جدا يا استاذ جمال. فلا بد من وقفه محدده، يعني ما لم يكن هناك انضباط واخلاق فبلاها كوره وبلاها رياضه. بالظبط. لا الاشكال يعني صعب، الموقف صعب جدا. وفي نفس الوقت خلينا نتكلم ان كمان زي ما بقول لكم ده كمان اختبار حقيقي للجنه الخماسيه طبعا. يعني في مرات كتير انت زي ما بتقول يعني اصل الموضوع ان انا مش متوقع ان ممكن اللجنه مسؤوله عن كره القدم ودوري بحجم الدوري المصري ان ممكن تغمض عينيها عن حاجه. فانت لو غمضت عينيك عن حاجه ده نتيجه الكلام دوت. طب دلوقتي التوابع اللي بتحصل ديت، انت لو سكت خلاص الموضوع بالنسبه لك الموضوع هيبقى هتسكت على ايه؟ يعني هتسكت على ايه؟ ما انا بقول لحضرتك اللجنه الخماسيه احنا اشادنا بيها كابتن هاني لما بدات تطلع عقوبات من خلال لجنه الانضباط على بعض رؤساء الانديه، مع كل الاحترام ليهم. النهارده العنصر الاساسي هو لاعب الكوره. النهارده لاعيب الكوره ده لو ما كانش ملتزم في الملعب، تخيل حضرتك لو في جماهير بقى سواء كارثه بقى سواء للزمالك او للمصري كانت هتبقى يعني مذبحه. ما احنا مش عايزين الامور توصل لكده. فالحل هو العقوبه المشدده، ما فيهاش رحمه. احنا بقى العقوبه المتكلم بكل امانه لما يكون في تصريح من رئيس نادي رئيس نادي كبير ضد الحكام، وانه بيطلع بيتكلم والله انا لعبتي دوت لو الحكم جه لمس لعيب ادي الحكم بالقلم وما يكونش فيه بعد كده اي صدى لهذا التصريح على المستوى دي غلطه المستوى اللجنه الخماسيه ولجنه الحكام اللي ما بتوفرش الاحترام لاعضائها. الحمايه والاحترام هي اللجنه طبعا. طبعا لازم يعني تحترم الحمايه والاحترام. فنرجع تاني لعمليه ان لازم يكون اللي بيغلط لازم، يا استاذنا احنا بنجيب اخبار هنا في البيت الكبير بيقول لك لما في رئيس نادي لما فرقته اتغلبت بس قال لا انتوا تروحوا من البيت من الاستاد روحوا مشي. كان في تاني يوم على طول في لجنه اللعيبه المحترفه او اتحاد الكره هناك خبر امبارح او حاجه اول امبارح قالوا له ان انت لازم تعتذر وتكتب بيان اعتذار للعيبه. ليه بقى؟ لان ده بيدي
احنا ما بنتكلمش على اهلي والزمالك، احنا بنتكلم على قيمه الكره بالزبط. المصريه بالظبط، بنتكلم على سمعه الكره المصريه وسمعه الدوري المصري. لو عايزين دوري مصري محترم ما يبقاش الناس بره بتتريق علينا بتقول لكم شوفوا انتوا بتقولوا ايه وبتعملوا ايه صحيح. وشوف الكره بتاعتكم ازاي واللعيبه بتضرب بعض ومش عارف واحد مسؤول بيقول، يعني الصوره متخيل حضرتك الصوره دي لما هتتنقل بصرف النظر عن المباراه، مش الصوره دي لوحدها تعمل فضيحه للكره المصريه، وبيتركز عليها على فكره في القنوات اكيد اكيد، يعني التركيز بيبقى على هذه الامور بشكل واضح جدا بالظبط. يعني لو ان لاعب يا كابتن يعني ليس مصريا، طبعا هو مفيش تفريق بين ماتش غير مثلا ده بيلعب يعني لكن ان لاعب ليس مصري ويجرأ وعنده الجراءه بهذا الشكل على الحكم ويعتدي بهذا المنظر وهو يرتدي قميص نادي كبير له التقدير وله الاحترام، فالمفروض طبعا يكون فيه، هو لو عارف ان مستقبله هيتدمر وهيتوقف يقعد سنه ما لعبش كوره عمره ما هيجرؤ انه يعمل عمليه، هو لابد من تطبيق العقوبه بصرف النظر عن توابعها. يعني انا ماليش دعوه يعني مستقبله ضيع طالما مش بيحترم الملعب خلاص، يبقى لازم ان هو يعاقب توقع عليه العقوبه. طيب طالما في عقوبات وفي قانون كمان، معانا دلوقتي على التليفون الكابتن ناصر عباس طبعا المحاضر الدولي طبعاً في التحكيم. مساء الخير كابتن. تحياتي لحضرتك كابتن هاني ناصر، منورنا ضيوفك الكرام الكابتن جمال الزهيري والكابتن محمد باسط. اهلا بك. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه من فتره مش من دلوقتي، كيف نحافظ على هيبه التحكيم والحكم المصري؟ كلام محترم جدا كابتن هاني، ويمكن انا كنت في يوم من الايام مسؤول اللجنه الفنيه في اتحاد كره القدم، واحنا قلنا دايما وابدا كابتن ان هيبه التحكيم دي وهو اهم عنصر في اللعبه هو التحكيم المصري. طبعا ليه؟ لان النهارده لو الحكم تم اهانته بهذا الشكل كابتن هاني، النهارده بيفقد الثقه مش هو بس، لجميع الحكام بتفقد الثقه. ده حقيقي، هو بيمثل التحكيم المصري رمز التحكيم. اتكلمنا مرارا يا كابتن وتكرارا ان لجنه المسابقات لابد ان هي تعدل من لوائح المسابقات الخاصه بالاعتداء على الحكام. اكثر من مره قلنا الكلام دوت، ان لجنه المسابقات لابد ان هي يعني تبقى في عقوبه، ان اللاعب لابد ان هو يعني من امن العقاب اساء الادب. صحيح. من امن العقاب اساء الادب، وهنا احنا بنقول العقوبات، واحيانا العقوبات بتتفرد على اللاعبين وبعدين بتتلغي ثاني يا كابتن هاني، للاسف الشديد بتتلغي. احنا قلنا يعني بتتلغي عقوبة بتتلغي، يعني بيتكلموا بيخفض العقوبه بعد كده وبيكتفي مثلا بشهر او بشهرين على حسب الايقاف على مده الايقاف. اكثر من مره تم الاعتداء على الحكام في مرات سابقه، واعتداء والاتحاد كان بياخد القرارات بايقاف لنهايه الموسم او ايقاف سنه او الشطب، وبعد كده بنفاجئ ان اللعيبه دي بترجع تاني وبيعملوا التماس وبيرجعوا. لكن النهارده بنتكلم في هيبه التحكيم المصري. هذا الحكم امين عمر هو مرشح من ضمن الحكام المختارين لحكام كاس العالم 2022 في قطر، وبالتالي هو بيتم اعداده بالشكل الذي يليق به في تمثيل مصر في بطوله كاس العالم. ومن غير المعقول النهارده ان يتم اهانه هذا الحكم في داخل ميدان اللعب، ومهما كانت الاخطاء التحكيميه كابتن هاني لابد ان احنا نحترمها. واحنا بنشوف الدوري الانجليزي والدوري الالماني والدوريات الخمسه الكبرى الاحترام الكامل لطاقم التحكيم طبعا. وهو ده القانون اللي بيقول الكلام ده، مش احنا اللي بنقوله، بنقول ان الحكم هو بشر، ومهما كانت الاخطاء التحكيميه موجوده لابد من احترامها، وهناك عقوبات المفترض تتم في مثل هذه الامور. اكيد يا كابتن، وكمان احنا بنتكلم كمان لو قلنا العقوبات ولازم يكون في لائحه واضحه وصريحه وتطبق بحذافيرها، ده على مستوى الافعال داخل الملعب او ما بعد المباراه او ما قبل المباراه، وكمان على مستوى التصريحات لا يجب ان يكون هناك حتى على مستوى التصريحات الاذاعيه او التلفزيونيه. ده يا كابتن ده لو كتب تويته وبيهين فيها التحكيم، ده اللاعب ده لازم يبقى فيه وقف وفي قرار. يعني خلينا نتكلم حتى بره الملعب، لازم احترام الحكم ايا كان، طبعا عنده اخطاء او مش عنده، ف يعني الكلام دوت مش موجود. وبعد كده المشكله هاني الاكبر اتفضل كلام حضرتك ممتاز. احنا بنقول ايه العقوبات؟ انت النهارده حضرتك انت اللي بتوضع اللوائح للمسابقات، وحضرتك المفترض ان الاعتداء على الحكم خاصه الحكم داخل ميدان اللعب بصرف النظر على الاعتداء بالقول، ممكن اللاعب يعترض بالقول وما فيش مشكله والحكم بيكتفي، انما الاعتداء بالقول والفعل على حكم المباراه دي اهانه للتحكيم المصري واهانه للحكم المصري. وعشان كده بنقول حاجه مهمه جدا يا كابتن هاني، لابد ان تكون اللوائح واضحه للجميع. يعني لجنه المسابقات عندها لائحه موجوده في بدايه الموسم تعلن هذه اللائحه وهذه العقوبات للجميع
للانديه وللجماهير. النهارده الناس كلها بتسال هو العقوبه هتكون ايه؟ لا يعني انا المفترض النهارده انا كزمان كثقافه جماهيريه انا النهارده المفترض ابقى انا عارف ايه معيار العقوبه النهارده يا كابتن هاني. خلاص انت العقوبه تطلع اولا يعني ما هو لو الكلام ده ثابت وواضح ده خلاص بعد المباراه بدقيقتين ثلاثه يقول لك اللاعب ده خلاص هتوقع عليه العقوبه وكذا يعني. حضرتك اساله برضو يا كابتن على التسعيره اللي هي موجوده قدامنا دي. دي اسمها تسعيره ضرب الحكم او شتمته ضرب الحكم او اهانه الحكم. هو 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 هل ده صح يا كابتن ولا لازم تكون عقوبه واضحه؟ كابتن هاني احنا بنتكلم انا اتكلمت في نقطه مهمه جدا هو انك انت بتحط العقوبه على الحدث اللي حصل. هنا المفترض ان يكون كل عقوبه ليها كل حدث ليه عقوبه والعقوبه تبقى مفهومه ومعروفه زي ما قلت لحضرتك للانديه وللجماهير وللاعلام. لان زي ما قلت لو النهارده اللاعب النهارده عرف ان هو هيتعاقب مثلا بعقوبه شديده اعتقد ما كانش يعني ارتكب هذا الفعل اللي حصل النهارده. انا شايف ان العقوبات اللي قدام حضراتكم ديت اعتقد انها لازم يعني يعاد النظر فيها بشكل كبير جدا. مش انا لعيب اروح اتف على الحكم وتوقف 8 ماتشات يعني ايه لعيب اتف على وخلي بالكم الارقام مكتوب 100,000 جنيه ده مع احترامي كمان للمبالغ اللي بتدفع للاعبين وعقود اللاعبين اللي بتاخد 15 و20 مليون جنيه. لما واحد يتف على حكم ويتخصم منه 100,000 جنيه ويقول لك طب انا هوقفه 8 ماتشات يعني انا كلاعب اتف على حكم اخد 8 ماتشات ايقاف وادفع 100,000 جنيه يا بلاش. ايه يا جماعه الكلام ده يعني مش موجود الكلام ده في العالم كله. يعني عاوز اقول حاجه مهمه كابتن هاني بعد تسمح لي بس وضيوفك الكرام. احنا بنتكلم في القانون وبيقول ايه يا كابتن؟ بنتكلم في القانون قال لك مهما كانت اخطاء التحكيميه اثرت في نتيجه المباراه وفريق هبط او فريق صعد بالاخطاء التحكيميه لابد ايضا من احترام الحكام لان هذا الحكم هو عنده لجنه الحكام ولجنه الحكام بتحاسبه او بتعاقبه على هذه الاخطاء ولكن احترام اللعبه واحترام الحكام ده شيء مطلوب من الاجهزه الفنيه الاداريه من اللاعبين داخل ميدان اللعب. كل شيء ممكن يتقبل الا انك انت تهين حكم داخل ميدان اللعب لان زي ما قلت لحضرتك هو المشكله مش شايمين عمر بس احنا مشكله عندنا حكام دوليين بيمثلوا التحكيم المصري في كل الدوريات الكبرى وبيمثلوا مصر في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي يا كابتن نهاني وزي ما قلت النهارده هذا الحكم احنا النهارده يعني بنقول ان ده رايح احنا بنعده وبنجهزه نفسيا وبدنيا وفنيا عشان يروح كاس عالم يشرف مصر في بطوله كاس عالم اللي جايه. ما ينفعش من غير ما اقول النهارده انه يتم فعل هذا الفعل معايا النهارده وبالتالي بنقول من لجنه الانتخابات من فضلكم وضحوا لنا اللوائح خاصه دي الاعتداء على الحكام واضحه النهارده اعتقد واضحه ان هو كابتن ناصر يتوقع ايه؟ كابتن ناصر حضرتك تتوقع ايه؟ يعني توقع ايه ولو حضرتك موجود هتعمل من الجدول ده المعلن ده والله هو في مثل هذه الامور يعني ممكن 8 مباريات يا كابتن جمال يعني 8 مباريات ايقاف ايقاف يعني دوت من وجهه نظري ان الاعتداء على الحكم داخل ميدان اللعب يمكن اقل عقوبه بتبقى 8 مباريات ان لم يكن هناك ايقاف لنهايه الموسم او ايقاف سنه كامله. زي ما قلت لحضرتك احنا لحد دلوقتي احنا كلنا عمالين نقول العقوبه ايه ولكن من خلال انا وجودي في لجنه الحكام قبل كده كان لما بيتم اعتداء على الحكم في بعض هذه الامور كان بياخد ممكن ياخد ايقاف مده سنه او ايقاف 8 مباريات. هي اللائحه اللي موجوده حاليا موجودة يا كابتن في لائحه موجوده حاليا بتاعت لجنه الحكام 8 شهور بتقول 8 شهور ده الاعتداء بالضرب على الحكم او مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه دي اللي هي 8 شهور. هي دي اللي 8 شهور ويعني مجرد ان اللاعب بيرفع ايديه في اتجاه الحكم وبيلمسه ده نوع من انواع الاعتداء الجسدي يعني. فخلينا نتكلم احنا والله احنا بنتكلم برضه لصالح الكره المصريه بنتكلمش ولا ده يطبق عشان على كل سياسي من الزمالك احنا لو الكلام ده حصل مع لعيب تاني هنقوله بالظبط لان احنا تاني بنتكلم احنا بنخاف على هيبه الحكم المصري بنخاف على هيبه الدوري المصري لما مع الاعتذار طبعا للجميع لما فرجاني ساسي يروح هناك مثلا يرجع تونس قال لهم ده انا في مباراه كذا حكم رحت ضارب الحكم وماشي فالسمعه دي مش مطلوبه ايا كان من اللعيب زمالك اسماعيلي اهلي مقاولين بنتكلم على هيبة الدوري المصري هيبة الحكم المصري حكمنا النهاردة لما يروح مثلا يقول لك الحكم دوت جاي من الدوري المصري ده في لعيب الدوري المصري كان ضربه طبعا امين ده اللي ضرب قبل كده يعني. ده دي سمعة يا جماعة كابتن هاني يعني اسمح لي برضك هقول حاجة جميلة جدا هو ليه احنا بنبعد ليه عن اللوائح اللي موجودة في الدوريات الكبرى ليه طب ما انا النهاردة يعني انا عندي النهاردة الدوريات الكبرى فيها لائحة المسابقات
وفيها بند ازاي انك انت لو يعني اتصرحت كمدرب بعد انتهاء المباراه على طاقم التحكيم كمدرب بيبقى تصريح عادي جدا ممكن من وجهه نظرنا احنا اللي بقى عادي، ولكن هناك بيتعاقب المدرب وبيتوقف من 4-5 ماتشات 6 ماتشات. نفس الشيء ان هنا احنا عندنا لوائح هناك في الدوريات الكبرى، ايه المشكله ما ناخد هذه اللوائح ونطبقها عندنا كابتن هاني؟ ما فيش مشكله بالعكس، ليه لا؟ ايه المشكله؟ ليه لا؟ ايه المشكله كابتن هاني؟ لان هذه اللوائح هي بالظبط هي بتخلي في احترام ما بين اللاعب والحكم، وزي ما قلت ان احنا يعني كل شيء مقبول الا انك انت في حكم في داخل ميدان اللعب، وهذا الحكم له اسره وله اهل وله حكام زمايله، وطالع بيطلع عنده معسكر ان شاء الله يبقى عنده معسكر قريب، الحاجات دي كلها بتاثر نفسيا على حكم المباراه. وزي ما قلت احنا دايما بنقف جنب التحكيم المصري كابتن هاني، لابد من ان لجنه المسابقات تغلظ العقوبات في مثل هذه الامور كابتن هاني. شكرا يا كابتن ليك. اتفضل. اول عقوبه موجوده هنا سلوك غير رياضي. يعني ايه سلوك غير رياضي يا كابتن؟ جمله مطاطه قوي، جمله مطاطه ممكن سلوك جدا يعني السلوك الغير رياضي. يعني طيب انا لسه بتكلم معاك سلوك غير رياضي جدا. بعديها على طول الدفع باليد. طب ما ده سلوك غير رياضي برضه. ما هو ده سلوك غير رياضي. بعدها السب باين السب والبصق. ما هو ده سلوك غير رياضي. انا اقصد احنا محتاجين برضه يا كابتن هاني ان يبقى في اعاده نظر. انت بتقول لي الدفع باليد وبعدين الضرب، يعني ايه يعني ايه الفرق ان انا ادفع؟ لا ايه الفرق ان انا امد ايدي والمس حكم وان انا ازق حكم او يعني لا وهقعد ازاي احسبها يعني برضو هي لازم تبقى ما ندخل نفسك في متاهات للاسف. يعني كابتن هاني انا 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 عشان بس يعني نحصر الامور بشكل بحيث ان احنا يعني نستفيد من هذا الموقف اللي حصل النهارده. المطلوب من لجنه المسابقات ان هي توضح وتفسر العقوبه اللي بيتم بيها الاعتداء على الحكم، الدفع، البصق، كل الكلام ده يبقى ليه حسابات يا كابتن هاني. ده 6 شهور، ده ايقاف سنه، ده شط، يبقى احنا كده كلنا عارفين، واللاعب ذات نفسه بيبقى عارف، لان لو ارتكب هذه المخالفه هيتعاقب بيه. احنا بنقول للجنه المسابقات من فضلكم طلعوا لنا اللوائح للانديه وللجماهير وللمدربين وللاعبين. ده المطلوب، تفصيل الحدث، كل حدث وليه العقوبه بتاعته يا كابتن هاني. ده اللي احنا بنطلبه من لجنه المسابقات في الموسم الجديد. من فضلك عندك فرصه تعدل لوائحك بما يتوافق مع الدوريات الخمسه الكبرى، الدوري الالماني والدوري الانجليزي والفرنسي والدوري الايطالي. من فضلك ممكن ما فيش الامور سهله يا كابتن هاني، احنا نجيب اللوائح ونطبقها داخل لجنه المسابقات عندنا. نتمنى طبعا يا كابتن ناصر. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس المحاضر الدولي، شرفتنا في البيت الكبير. البصق على الحكم ده ممكن يعادل الاعتداء على الحكم. دي كارثه يا كابتن، دي كارثه. يعني انا النهارده لما اجيب حكم محترم مهين. ده في منتهى الاهانه. انا عندي الحكم يتضرب لما يتبصق عليه اكرم له. والله بجد خلينا بس واقعيين. ما انا بناقش احنا عندنا 4 حالات. والله الاربعه دول يا كابتن كلهم داخلين في بعض، ما تعرفش اقول الاربع حالات دول صعب جدا انك تحددهم. ما انا للاسف عارف بتتفسر ازاي. والله لو فلان هتمشي عليه دوت، ولو فلان لا نمشي عليه الكبيره، ولو فلان نمشي يعني هو باب للهروب. ماشيها هيمشيها باب للهروب. اصل انت ما تحط كده يعني حاجه مرنه يعني ممكن تاخدها يعني وقعه زي ده يا كابتن هاني. تمشيها دفع باليد ولا على قفاك؟ دفع قفاك ولا ضرب على قفاك ولا سلوك غير رياضي؟ ولا سلوك غير رياضي. الكابتن ناصر عباس قال كلمه مهمه جدا، ما لم نكن قادرين على وضع لوائح ناخد الحاجات الرادعه علينا ان نلجا. هو ايه المشكله انك تجيب لواحد الدوري الانجليزي وتطبقها عندك؟ ايه الازمه يعني؟ ما احنا احيانا بنجيبنا القانون الفرنسي وقانون العقوبات وبنطبق عنده وبيتعامل بيه على مستوى القانون على مستوى القانون اللي هو اللي ناخد منه روح القانون المصري يعني قوانين جنائيه يعني موجوده يعني. فايه انك تجيب لائحه من الدوري الاسباني هات الدوريات الخمسه واعمل مزيج بينهم. انت عارف بقى الكارثه الاكبر ايه؟ ان معظم الناس مطنشه الكلام اللي احنا بنقول ده، وتحس ان السوشيال ميديا ولا كانها موجوده، والناس بتتكلم في حته ثانيه، وكأن اللي حصل ده يا جماعة بقى عادي عندنا. كأن اللي حصل دوت ان لعيب صغير لسه ناشئ لسه عنده 23 سنة انه بيضرب الناس. عارف هيدخلوها في ايه بقى كمان على السوشيال ميديا؟ هيدخلوها في خناقة. هيدخلوها ده لعيب زملكاوي ولا طبعا؟ وكلنا وانا اتاكدت عليه. احنا بنتكلم في قضيه البعض يقول لك ده عشان الزمالك. على فكره لو كان اي حد كنا هنتكلم عنه، وهذا غير مقبول من لاعب في الاهلي او لاعب في الزمالك او اي حد على الاطلاق. انا وانا جاي دلوقتي بتابع السوشيال ميديا الفيسبوك كله حسب الانتماءات. يعني حد بيدافع عن خطا. لو واحد زملكاوي يشوف الموضوع ده حلو قوي، ده فرجاني ده
ده مؤدب جدا، كان لازم يضرب الجمهور كمان، كان لازم يجي يضربنا احنا يعني. يعني مش معقوله. فهي القصه كلها احنا عايزين كره قدم وعايزين دوري محترم يا استاذ قوصي، ولا عايزين حاجات نقعد؟ ما هو دوري محترم يا كابتن، جمله من امن العقاب اساء الادب. طبعا انا بشعر وانا بتفرج على الدوري الانجليزي الالماني الايطالي الفرنسي الدوريات الخمسه الكبرى، بحس ان الحكم مقدس في الملعب. طبعا مقدس كامل، احترام كامل. لا لا، محدش يجرؤ ان يقرب يعني، محدش يجرؤ ان يقرب منه. مستحيل. قبل كده كريستيانو رونالدو بجمهوره الطاغيه قرب من الحكم كده يعني، يعني خد العقوبه المحترمه. مفيش تهريج. ميسي بيحصل معاك، اي حد بيحصل معاك كده. فمفيش نغمى عينينا عن اي الوان وعن اي مكان ونطبق لوائح، بس تكون عندنا لوائح قويه ومشدده حفاظا على حقوقنا. انا بقيت اخاف على الحكام لما يجي يوقف اللاعب ويرفع الكارت. ممكن ياخده قلمين. ما هو بالطريقه دي يعني. انا بقيت لما حكم، ما هو في اكبر من امين عمر، هو من الحكام الحكم راح كاس عالم يعني النخبه بتوعنا. فلما يجي النهارده انت الحكم ده عشان يرفع الكارت خايف ايه اللي هيجرى له؟ ده مصيبه سوده. طب ده هياخد ازاي قرارات يعني؟ او ان هو خايف لو خد عقوبه معينه يعني. الكابتن اصعب بس بيقول لك بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه، النهارده خطا تحكيمي برضو فاجر اصلا على نتيجه المباراه للنادي المصري. يعني الكرة عندما تأتي في يد شوشة لاعب مدافع المصري تحتسب ركلة جزاء، وعندما تأتي في يد محمود علاء مدافع نادي الزمالك لا تحتسب ركلة جزاء. نفس اللعبة والحكم شافها في الفار. ماذا تفسر هذا؟ انت عارف الأخطاء تحكيمية بس تاني على بتتاخد شوية على الأهواء شوية، ولكن دايما خلينا نتكلم. وأنا دايما احنا بنطالب بالأساسيات، بنطالب بالعدل وبالأساسيات، وبنطالب بإن بيكون تاني. بكرر، احنا بنحافظ على دورينا، بنحافظ على سمعة الكرة المصرية يا جماعة. ما ينفعش يبقى الناس بتتريق علينا بره الكرة بتاعتكم ايه والكرة المصرية واحنا أبطال أفريقيا واحنا صحيح. يعني الكلام دوت بيسيء لينا. لما لاعب بيطلع تصريح بهذا السوء لتحكيم، والتحكيم خلاص لجنة تحكيم نايمة، لا يبقى ما تلومش عليه بقى النهاردة انه يضرب حكم. ما خلاص الموضوع منتهي يا يعني. كابتن لو كان عوقب على الكلام اللي قاله عمره ما كان يفكر يمد ايده. طبعا. لكن هو الناس سكتت وطنشت ومحدش قدر يتحرك. هو بيبتدي بكده ومحدش قدر يتحرك. وناس طلعت في نفس الوقت قالت محدش هيجري يوقع عقوبه على اساسي، وفعلا محدش قدر يوقع على عقوبه اساسي لغايه ما اساسي ضربنا على قفانا بالهلال. ليه يعني اساسي على راسه وريشه يعني ولا غيره؟ للاسف. نتمنى زي ما كابتن ناصر قال ان احنا يكون عندنا لائحه يا محترمه، نجيب الدوري الالماني بيشتغلوا ازاي، نجيب الدوري الانجليزي هو ده عموما، وحطوا عندنا لائحه والناس تبقى عارفه والله اخطات في واحد يبقى عقوبتي كذا، يبقى على طول الموضوع ما فيهوش هزار، ونحترم كورتنا ونحترم بلدنا ونخلي حكامنا على الاقل في اخطاء وفي مشاكل. عندنا مشاكل وعندنا اخطاء يا كابتن في العالم، لكن كله. احترامنا لنفسنا يا جماعه فين؟ تمام يا كابتن، بس مش عايزين برضو احنا ركزنا على الواقع اللي حصل جوه الملعب. لكن ما حدث بعد صفاره الحكم بعد المباراه لا يجب ان يمر مرور الكرام. طبعا، لان برضو المشهد كان وحش جدا، المشهد كان سيء جدا. هو احنا بنلعب كوره ولا في خناقه؟ يعني فضلوا يضربوا بعض في الممر لغايه ما وصلوا للهجوم. مش ممكن يعني اللعيبه دي يعني ما فيش حد رادعها، ما فيش حد مالها. حتى الشرطه يا استاذ محمد، يا استاذ جمال، الشرطه بتخش وسط اللعيبه. تخيل الشرطه داخله في خناقات وضرب وشتيمه لغايه اوضه اللبس وكل دوت عشان يعني كل دوت ده معناه برضو ان اللعيبه نفسهم يا كابتن هاني مش متربي. معلش مش بقولها مش متربي صح رياضيا. طب يعني حتى لو انا خسران او انا كسبان ايه القضيه؟ ما احنا بنشوف يا كابتن هاني في كاس العالم منتخبات بقى بطله عالم مش كده بيخرجوا من الدور الاول، ايه اللي بيحصل؟ لا بنشوف والحكم على فكره والحكم بيقول والحكم باخطاء وبيتحرج منتخبات من كاس العالم. عيني عينك واضحه جدا طبعا، ومحدش بيتكلم طبعا، وكله بيخرج محترم المكان ومحترم ما حصلش اي فيلد ده يعني. طبعا المنظومه، خلي بالك مباراه اسوان نفس الكلام يعني. مباراه اسوان طبعا كان في شد وجذب، وبعد المباراه ضرب في الممر بتاع اوض اللبس يا كابتن يعني شتايم. انا ناس لعيبه من اسوان قالت لي خدوا شتايم لا يمكن تتخيل، ما اقدرش اقولها طبعا موجود على الهواء دلوقتي. شتايم وما تلاقي المراقب المباراه بيعدي وسامع والحكم معدي وسامع وكل ده بيمر مرور الكرام. لا يا كمان الكابتن ناصر بيقول لك حتى لما بيكون في عقاب كبير
تلاقي تليفون من فلان طب نزل يعني لا خلينا نتكلم بيحصل والله لما حد بيجي يقول له بعد شهر طب معلش بقى عدي الموضوع دوت يعني الموضوع كمان داخل في مجاملات ودخل في علاقات على فكره هو ده اللي مضيع الدنيا العلاقات طبعا والتدخلات دي المفروض ان في قانون اكبر يا كابتن انك هو ممكن يتخذ القوه دلوقتي ممكن يعاقب ساسي دلوقتي يدي له 8 شهور واحنا نتبسط ونفرح وبعد شهر ولا حاجه شهرين ما هو زي ما بيقول كابتن ناصر العقوبة. ما هو كابتن ناصر يعني إيه؟ الاكتفاء بالعقوبه دي كارثه طبعا دي كارثه بيوزعها ازاي ناصر عباس بيقول هذا الكلام بيقول لك انه يبقى في عقوبه وبعدين تعفو عنه ليه تاب حسن سر وسلوك تاب يعني ولا ايه طلع حسن سر وسلوك حسن سر وسلوك ما هو برضه الكلام يبقى بالمعقول يعني نتمنى ان شاء الله الامور تبقى مظبوطه ويبقى عندنا فعلا احترامنا لحكامنا بغض النظر عن الاخطاء يعني لكن احنا بنحاول بقدر الامكان تاني بنحافظ على هيبه الكره المصريه وبنحافظ على هيبه الحكم والدوري المصري طبعا. ده هو المصلحه طبعا الهبه انا شايف الهبه مهدره لان في ناس كبيره ورؤساء انديه بيشتموا في رئيس اتحاد الكوره وفي اتحاد الكوره وفي الحكام ولا حد كانه سمع حاجه فده امور عاديه جدا هي المفروض يبقى كل المنظومه محكومه بالقانون بالزبط. طبعا مفيش يعني مش هفوت لحد عشان هو فلان مش هفوت لحد عشان قال كلام عجبني شتم حته تانية لا مفيش الكلام ده يا تاني هفكر الناس في بعض الدول اللعيبه بتحتفل بالعاب ناريه اتحاد الكوره قال لك لا ده انت عملته كذا في عقوبات صح. على اللعيبه هم بيحتفلوا يعني احتفال يعني ما غلطوش في حد ما غلطوش في حد مجرد ان هم خرجوا عن النص لا ما ينفعش الكلام ده في عقوبات يعني للدرجه دي وخلينا يعيدكم في الموقف ان احنا لازم نجيب حد او لائحه نجيبها من احد الدوريات الاوروبيه الكبيره ونشوف روح القانون روح قانونها ايه ونعدل فيها لكن الاساسيات بتاعتها تكون موجوده بما يناسب بالظبط بالظبط نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لتحكيمنا يعني نخش في طبعا ربنا يسترها معاهم ان شاء الله لا ان شاء الله مش هيحصل مع الحكام يعني والله طبعا الاحداث الاخيره اللي حصلت وبيان وقرارات مجلس اداره النادي الاهلي خلال امبارح والنهارده تمام يعني طبعا اللي هو خاص طبعا بتوجيه الشكر لريني فايلر واسناد المهمه للجنوب افريقي بيتس موسيماني طبعا اكيد كل الناس عارفه فايلر والقصه اللي انتوا اتكلمتوا فيها يعني راجل عمل نجاحات كبيره مع النادي الاهلي طبعا. لكن في النهايه وصل لمرحله ان هو بيحاول يضع شروط لا تتناسب مع النادي الاهلي وبالتالي فالنادي الاهلي رفض هذه الشروط وانتهت قصته وجول الشكر والراجل امور تمام كان مهمه الاهلي البحث عن مدرب يعني يقدر يتعايش مع المرحله المقبله اللي داخل عليها النادي الاهلي بعد 17 يوم داخل يا استاذ جمال مرحله ماتش الوداد فانت بتتصرف ازاي بتفكر ازاي لو جبت مدرب اجنبي من اوروبا ما عندوش فكره عن اي حاجه اعتقد هو على ما يعرف اسماء اللعيبه ويفكر ويفهم الفرقه عايز له شهر وبالتالي لا تستطيع ان تحاسبه على اي حاجه يعني فانت محتاج حد يكون ملم بشكل كبير جدا واحد بافريقيا اثنين بالنادي الاهلي لان بطوله افريقيا ودوري الابطال هو الهدف الرئيسي للنادي الاهلي دلوقتي اللي بيستهدفه يعني فكان التفكير في اما في مدرب وطني او مدرب يعني يكون عنده الرؤيه دي تم التحديد على موسيماني ونبيل معلول تم الاستقرار على موسيماني على اعتبار ان ده بالمناسبه ده الراجل ده بيمسك السان داونز من 2000 بقى له 8 سنين 8 سنين من 2012 8 سنين وبالتالي شارك بقى له 8 سنين بيشارك في دوري الابطال ومن 2016 واخد دوري الابطال لعب سيمي فاينال وصل لدور الثمانيه وصل لدور ال 16 قبلك اربع مرات حافظ فرقه الاهلي حافظ الزمالك حافظ الرجاء حافظ الوداد اذا عنده خبرات كبيره جدا موجود عنده رغبه عنده طموح ان هو يعمل حاجه مع النادي الاهلي هو الانسب حاليا في الوقت فبالتالي يعني تنطبق عليه مقاييس ومواصفات كبيره صح في ناس بتشكك في هذا الامر لكن الاختيار جاء بمنتهى الدقه وبتركيز شديد جدا لهدف انت عايز تعمله اعتقد ان من وجهه نظري ان اختيار يعني رغم انه كان مفاجئ بالنسبه لي على فكره انا كان مفاجئ ان اختار موسيماني لكن لما تقعد تفكر في الاسباب والاسباب اللي طرحتها اداره النادي الاهلي تجد انها اسباب وجيهه جدا ان هو المدرب المناسب لهذه المرحله نتمنى لو جت ما سباليتي مثلا المدرب الايطالي او جه وعنده لسه هيتعرف على اللعيبه سي في اكتر من رائع لكن لسه واحنا كمان 17 يوم او خلاص احنا بنتكلم في اسبوعين تقريبا ويبقى المباراه الوداد في اسبوعين طب ده الاختيار اكلم حضرتك استاذ جمال على توقيت صدور القرار وده كان مهم جدا يعني ازاي امتى تكون عندك قرار وبتختار التوقيت المناسب اللي يفيد مصلحه النادي الاهلي جزء كبير جدا وانك تطلع هذا القرار بص هو الحقيقه يعني مش مجامله انه مجلس اداره الاهلي والمسؤولين عن قطاع الكره يعني تحديدا
كانوا واعيين قوي للقصه دي، انه ما ابتدوش يفكروا في البديل بعد ما الازمه تحصل، بعد ما يفاجئ الناس تمام. كلهم مظبوط، يعني حصل نوع من التزامن وهم بيفاوضوا فايلر حتى ما فيش خلاف على حاجه مهمه. ده القصه كلها انه النادي الاهلي مش عاوز ان فايلر يحطه في موقف سيء بالظبط، فطلب منه ان هو يا اما يوقع عقد تمام بحيث يبقى ملزم ليه، عشان توقيت طلبه ان هو يروح يزور اسرته كان برضو توقيت يا كابتن هاني غريب جدا، غريب جدا غريب طبعا، خصوصا غريب. ان الاهلي عرض عليه ان هو يجيب اسرته هنا والكلام ده كله. فانا رايي انه التوقيت مهم قوي. يعني فايلر سافر امبارح، النادي الاهلي اعلن امبارح صحيح انه خلاص فايلر اخر مباراه له مباراة مع الترسانه، وبعديها مباشره فلان اللي جاي. انا شايف ان دي في حد ذاتها طبعا فيها احترافيه كبيره جدا، فيها احترام لمشاعر برضو الجمهور انه ما سابش الجمهور قلقان. دي نقطه مهمه قوي، نقطه مهمه نقطه مهمه. وبعدين بالنسبه للموسيماني بقى نفسه، انا شايف يعني متفائل بتجربه ان هو يختار ان ياتي الى النادي الاهلي. يعني هو الاهلي اختاره، بس هو نفسه اختار النادي الاهلي، يعني بدليل مع رغم يا استاذ اوسي فترة النجاح اللي هو قضاها لمدة 8 سنوات فترة كبيرة مع سان داونز، إلا إنه هو رأى أن النادي الأهلي مرحلة جديدة في حياته هو شخصيا. فالنقطة دي برضو طبعا النقطة دي كمان يا أستاذ جمال معزيز، هو موقع عقد من شهر مايو اللي فات لمدة 4 سنين يعني مع سان داونز، هو يعتبر النادي ده بتاعه. يعني لدرجة لما هو جه يمشي كتب رسالة دمارسية مش رسالة رسالة مرسية لرئيس النادي، ورئيس النادي قال له أنا هسيبك تمشي عشان طموحاتك، يعني مش هسيبك عشان أنت وحش. لا الراجل لسه ما عامل معاه ده 4 سنين واخد معاه ثلاثية وعامل معاه نتائج رائعة. يعني هو يختار العمل في منظومة اللي هي منظومة النادي الأهلي بجماهير النادي الأهلي. حضرتك برضو اللي أذيع اليومين اللي فاتوا دول صورته وهو بيصور جماهير الأهلي في استاد برج العرب في احد اللقاءات اللي كانت موجوده. يعني انت في ايه ولا في ايه؟ يعني انت يعني قد كده انت. هو بيحب، هو واضح منبهر من جماهير النادي الاهلي، واضح بيحب اداره النادي الاهلي، على وكان فكرة حلمه ان هي يدرب النادي الاهلي. على فكره مش عيب يعني لما يبقى هو عنده حلم زي كده. هاي الصوره معانا لما هو يعني انا صوره يعني انا بقول طبعا بتحكي يعني بتحكي طبعا يعني بتتكلم يعني الراجل سايب الدنيا كلها بص وبيصور الجمهور هذا الجمهور حتى بص نظرته فيها فيها اعجاب مش وفيها ممكن بالظبط مش ممكن انه كان يبقى اي حد تاني مناسب في المرحله دي. يعني فعلا هو هيبقى جاي يا استاذ اوسي وهو عنده اولا حب للمكان، مش كلامنا بقى، وده مهم جدا ده مش كلامنا طبعا. ده الكلام اللي هو قال طبعا وتصرفه. فمعنى ان هو يعمل هذا الامر 100% هيجي، هيبقى عنده اما يكون عنده الرغبه دي الوقت اللي هيحصل فيه اندماج بينه وبين اللعيبه وبين النادي هتبقى فتره قليله. الفتره القليله دي انت محتاج لها دلوقتي صحيح. وبعدين برضو شيء جميل التفكير في مدرب افريقي ذو بشره سمراء، اشمعنى اللعيبه بتجيبهم؟ طب ما انت عندك مدرب ناجح اهو وعنده خبره في افريقيا زي ما حضرتك قلت وزي ما الاستاذ اوسي قال، بدل ما تجيب مدرب اوروبي هيجي بقى ايه يقول لك انا سيبوني بقى للسنه الجايه لغايه ما افهم الامور وارتب والكلام ده. الراجل ده اصلا شغال في افريقيا. لا غير كمان شغله في افريقيا يا استاذ محمد ان هو كمان الصوره اللي شفناها من شويه انه يعني جماهير النادي الاهلي والفيديو اللي طلعه لسه وهو في المطار قبل ما يجي بيتكلم فتعال نشوف هو قال ايه في الفيديو دوت بيدل على حب النادي الاهلي. واضح انه كان في المطار تقريبا صحيح نشوف الفيديو ونحلل الفيديو ده مع ضيوفنا الكبار. الراجل عجيب. انا استعد لركوب الطائره في طريقي للانضمام الى نادي القرن في افريقيا، هو حلم كبير بالنسبه لي وانا متحمس بشده لمقابلة جمهور الأهلي المتحمس، الجماهير التي سكنت قلبي واستحقت احترامي خلال مواجهاتنا السابقة. الأهلي هو أعظم نادي في العالم،
وجماهيره هي الأفضل. أنا أعرف حماسكم لناديكم وأنا أثق في دعمكم لي لتحقيق أحلامنا معا. أنتم الدرع والسيف، أنا أراهن عليكم وأراهن على تاريخ النادي العريق وأراهن على الإدارة المحترمة المحترفة. نحن في هذا معا حتى يكون الأهلي دائما في القمة. الأهلي سيبقى رقم واحد بفضل دعمكم المستمر. نحن معا في السراء والضراء، الأهلي فوق الجميع. نعم، الأهلي فوق الجميع. لا ده هو يعني ما هذا الغزل حابب ودارس الغزل اللي بيقوله في النادي الأهلي. تحس انه اهلاوي زي نازل بيقول بنقول انه بيقول من شغله من شغله. ايه الغزل اللي بيقوله في الأهلي وفي جمهوره وإدراكه هو وإحساسه بقيمة النادي الأهلي؟ يعني ده إحساس كبير ومهم جدا انك تجيب حد يبقى عنده إدراك لقيمتك وأهميتك ومكانتك. صحيح. انت ممكن تجيب واحد بيتعامل معاك بدون علم لأهميتك ولا قيمتك او شايف نفسه ان هو اعلى منك بكتير يعني بالزبط. فده ممكن يتعالى على اللعيبه، ممكن ما يحققش طموحاتك، ممكن ما يشتغلش بشكل جيد. لكن لما يجي مدرب عنده طموح كبير، ومن دايما النادي الاهلي بيحط في ضمن اختياراته وشروطه المدرب ان يكون عنده طموح. صحيح. ودي كانت في فايلر متحمس، هو نفسه متحمس يعني جاي متحمس عنده رغبه يعني من خلال كلام مسؤولي النادي الاهلي معاه لما قالوا له هو هيوصل تقريبا النهارده الفجر اليوم وبكره هيكون عنده اجتماع ان شاء الله مع لجنه التخطيط وهيجتمع مع اللعيبه. فقالوا له هو هيقود التمرين، قالوا له هو انت هتقود ماتش المقاولين اللي يوم 4 اكتوبر؟ قال لهم لو الاهلي عنده ماتش بكره الجمعه هقوده. ده كلام محترف. بكره الجمعه متحمس بيقول لك لا ده كلام محترف. فهو عنده حتى قضيه رمضان صبحي كان متابعها وقالها للناس اللي بيتكلموا معاه، فهو عارف كل كبيره وكل صغيره عن الفرقه وملم بكل حاجه وعارف قيمه وحجم النادي الاهلي. اعتقد ان ده هيساعده وهيساعد النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق. ده مهم جدا. والمهم كمان ان احنا كمان مجلس اداره النادي الاهلي حرصنا على وجود عنصر مهم جدا سامي قمصان، والعنصر الاهم حارس مرمى او مدرب الحراس ميشيل يانج. طبعا ده اعتقد كمان مكسب، مش هقول مكسب يعني، لكن استمراريه لنجاحات. كان له دور مع محمد دور الشناوي كبير طبعاً جدا. حتى خلينا نتكلم بكل امانه، حارس المرمى لما بيتغير عليه مدربين بتبقى العمليه بالنسبه له اصعب كمان من اللعيب. ليه؟ لان كل مدرب حراس المرمى دي مدرسه خاصه، في كيمياء يعني، والتكنيكال بتاع التدريب بيكون تكنيكال مختلف يعني. في 10 15 تكنيكال بالنسبه لتدريب حراس المرمى. فبالنسبه لنا انه بنحافظ على ميشيل ونكمل بيكمل مع الشناوي، ده كان شيء مهم جدا. تمام. بجانب كمان سامي قمصان، لان سامي قمصان برده حلقه وصل كويسه قوي ما بينه وبين الجهاز الفني. انا بس لافت نظري برضه في كلام موسيماني في المطار، ان هو غير بقى ان هو عارف حجم الاهلي واهميته، ها، وان هو نادي القرن. تمام. وان الاهلي فوق الجميع، يعني مش احنا اللي قلنا، حدش يزعل. هو موسيماني اهو. لا مش قصدي يعني هو نادي القرن ده حقيقه والاهلي فوق الجميع. هم بيزعلوا من الاهلاويه ان الاهلاويه بيقولوا كده، موسيماني بيقول كده، انا اقول له ايه؟ ده شيء موصل. لا انا اللي عجبني بقى اكتر يا كابتن ان هو عارف قيمه الجماهير ويغازلها قبل ان يبدا. يعني بيقول لهم انا جاي لكم، يعرف. فده شيء قيمه الجماهير، ده شيء يعرف مهم. يعرف كيفيه الدخول الى النادي الاهلي، ده كويس. يعرف أوي. الطريق الى النادي الاهلي، يعرف الى قلوب جماهير النادي الاهلي. صحيح. عشان الدعم بقى بالظبط، وده مهم جدا. يمكن لما مستر مانو جوزيه جه عارف هذا الطريق وصار، وكان لمانويل جوزيه قصه عشق بينه وبين جمهور النادي الاهلي بشكل كبير لغايه دلوقتي. جمهور الاهلي بيتغزل فيه وبيتغزل في جمهور النادي الاهلي. فاعتقد ان دي بدايه كويسه وكلمات يعني من قلب موسيماني اللي اعتصر الى قلوب جماهير الاهلي، اللي المؤكد ان هيكون ليها دعم ومسانده يعني. وصلت لنا، وكان قبل كده عمل برضه رساله على صفحته بيطلب منهم الدعم والمسانده، وان انا من غيركم مش هقدر اعمل حاجه. هو شاب يعني، خلي بالك في فرق بين مدرب شاف ومدرب ما شافش. ده هو يعني هو شاف جماهير النادي الاهلي ولعب، هو لقطته فشاف وحاسس. هو لقطته لما صور الجماهير، هو كان بيصورها على فكره، مش ان هو هيجي ده، هو اعجابا. محدش عارف كان لا ده هو بيصورها طبعا اعجابا لنفسه بالظبط يعني. الصوره دي اللي هو شافها على فكره. انا التقيت موسيماني في 2016، كنا في فاينل دوري الابطال، كان ماتش الزمالك وسان داونز. اللي هو كسب اللقب في هذا الموسم، الماتش اللي كسب فيه الزمالك 3-0 والزمالك كسب هنا 1-0 في القاهره. بس انا التقيته هناك في جوهانسبرغ. تمام. راجل شديد التواضع،
محترم جدا، بيتحدث بادب وشياكه جدا ويتحدث يعني كده يعني بروح ما فيهاش تعالي. حتى بعد الماتش بعد ما كسب الزمالك 3-0 احد زمان الصحفيين ساله لو اتعرض عليك تدرب الزمالك في مصر تيجي؟ ده امل كبير جدا وطموح ان انا ادرب فريق في مصر، فريق كبير، اي فريق في مصر بهذا الشكل وهذا الحجم اقدر ادربه. فالراجل عنده رغبه وعنده طموح ان هو يدرب فرق كبيره وفرق مصر. يعني مصر بالنسبه للقاره الافريقيه قيمه كبيره جدا، وانت انجازاتك كبيره، يعني الاهلي زعيم القاره الافريقيه ونادي القرن، وعنده 8 بطولات مش موجودين عند اي حد، موجودين في القاره. يعني المنتخب المصري برضه عنده بطولات وسبع القاب موجودين. فمصر معروفه بقيمتها، معروفه بقدراتها، معروفه بحجمها الكروي على مستوى القاره الافريقيه. البعض بيحاول بيقول لك مدرب من جنوب افريقيا. على فكره يا جماعه جنوب افريقيا دي من دول العالم الاول. ايوه يعني من لا انا مدرب محترف. لا واحد بيقول لك ايه يا كابتن، واحد بيقول لك من افريقيا. على فكره جنوب افريقيا دي في حته تانية غير افريقيا. انت تحطها طبعا يا استاذ جمال وحضرتك تعرفها يا كابتن. يعني اكيد يعني دوله متقدمه جدا ومتطوره وغير جدا. وغير كده اهم حاجه هو شخصيا كمدرب، غير هو السي في بتاعه ايه، مدرسته كمان كويسه. يعني مدرسته يعني انت كمان مهم انك مدرسته هو ايه. انت بتشوف سان داونز بيلعب كوره، بيلعب كوره مفتوحه، كوره هجوميه، كوره تناسب النادي الاهلي بشكل كبير جدا. احنا عندنا ثقه فيه وهو عارف ان هو وراه، والكلام ده انا قلته ان هو ان احنا ان شاء الله سبورت ليه والجماهير سبورت ليه. وعلى فكره النقطه بقى المهمه جدا انه مش جاي على اي لعيبه. النادي الاهلي عنده من المهارات والمواهب والخبرات اللي ممكن يحصل بينه وبينهم التجانس ده في وقت قليل. يعني اقصد هم هيساعدوه. اكيد لعيبه النادي الاهلي هيساعدوه، لان احنا عارفين كمان هو اكيد النادي الاهلي واللعيبه هيساعدوا فنيا وعلى المستوى ان شاء الله. الطموحات باذن الله اكيد ان شاء الله كلنا طموح، واحنا في سبورت ليه. ويعني في نهايه فقرتنا طبعا جزيل الشكر استاذ جمال، نورتنا وشرفتنا. استاذ محمد نورتنا وشرفتنا، سعداء بوجودك معانا، ربنا يخليك. شكرا لكم. فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نستنى الكابتن الكبير عصام عبد المنعم. الفقرة دي معنا واحد من أهم خبراء الكرة في مصر وحارس مرمى سابق عملاق وأيضا مدرب عملاق، قدر يخرج للكرة المصرية حراس كتير كبار، أحمد شوبير، إكرامي الكبير وغيرهم من الحراس المميزين الحقيقة أشرف على تدريبهم. كمان ضفنا النهاردة كان رئيس اتحاد الكرة المصري لفترة من الفترات المهمة جدا في تاريخ الكرة المصرية. وبعيدا عن كل ده فهو زميل صحفي متمرس خبير، عمل سنوات طويلة في الصحافة الرياضية، وناقد رياضي مبدع، وأيضا محلل كروي متميز للمباريات. معنا النهاردة في البيت الكبير في الفقرة الحوارية دي كابتن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة السابق. أهلا بيك يا كابتن، تشرفنا في البيت الكبير. أهلا وسهلا كابتن عصام، منورنا. الله يخليك. أهلا بيك في البيت الكبير. زي حضرتك؟ الحمد لله. وحشنا. انت اكتر بجد والله. الحمد لله. طبعا احنا سعداء طبعا معانا قامه كبيره زي حضرتك، وعندنا كلام كتير، عندنا محاور كتيره جدا كابتن عصام. عندنا محاور الاحداث بتاعت النادي الاهلي الحاليه ورؤيه حضرتك الفنيه كمان. حضرتك انا عارف محلل كره رائع يعني، بس بعيد شويه عن الاستديوهات التحليليه، لكن كمان الكره المصريه، وده الملف الاكثر تعقيدا في الرياضه المصريه بشكل كبير. هنتكلم على كل المحاور ديت، بس طبعا معانا تقرير، نطلع نشوف التقرير وحوار بقى طويل مع حضرتك، لان يعني زي ما بقول حضرتك مش متواجد كتير على الساحه الاعلاميه، وما بنصدق بتكون في فرصه، وخاصه الفرصه بقى في البيت الكبير في بيتك النادي الاهلي. نشوف التقرير ونرجع لحضرتك. عصام عبد المنعم من مواليد الاول من يناير عام 1948. اوعى بالليل بالهز دي، هي بقول لك حرف الهز بتاع البليه. برافو يا عصام. من اشهر حراس مرمى فريق الكره الاول بالنادي الاهلي في فتره الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. بدأ عصام عبد المنعم مشواره مع القلعة الحمراء وعمره 10 سنوات بصفوف الناشئين عام 1958 عن طريق مصطفى حسين
أبو الأشبال، وتدرج بالمراحل السنية المختلفة بفرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 1964 ليشارك مع المارد الأحمر في أول مباراة رسمية له أمام فريق طنطا في بطولة كأس مصر، وعمره لا يتعدى 17 عاما. ظل عصام عبد المنعم حارسا أمينا لشباك النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول حتى توقف النشاط الرياضي في البلاد عام 1973 بسبب حرب 6 أكتوبر. بعدها قرر عصام عبد المنعم الاستمرار في ممارسة كرة القدم وعدم الاستسلام لتوقف النشاط مثل كثير من أبناء جيله الذين فضلوا الاعتزال وقتها في سن صغيرة. توجه عبد المنعم مباشرة إلى ليبيا وكان عمره 25 عاما من أجل الانضمام لصفوف نادي أهلي بنغازي لاستكمال مشواره الكروي، ونجح بالفعل في الفوز معه بلقب مسابقة الدوري الليبي في إنجاز يحسب له في أول تجربة يخوضها بعالم الاحتراف الخارجي في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المنطقة. وعقب استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى بمصر، قرر عصام عبد المنعم إنهاء تعاقده مع أهلي بنغازي ليعود إلى القاهرة ويقرر اعتزال اللعب رسميا عام 1975، ويتجه بعد ذلك للعمل بمجال تدريب حراس المرمى داخل فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم كاملة. وقبل أن يبدأ عبد المنعم مهمته مع المارد الأحمر كمدرب لحراس مرمى فريق الكرة الأول وقتها، فضل النادي الأهلي أن يثقل موهبته بالدراسة، حيث حصل على دورات في تدريب حراسة المرمى باتحاد الكرة الإنجليزي عن طريق القلعة الحمراء. ولن ينسى التاريخ أبدا أن عصام عبد المنعم مدرب حراس مرمى النادي الأهلي نجح في تخريج جيل من عظماء وأساطير حراسة مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول، مثل الراحل ثابت البطل والحارس الصاعد وقتها أحمد شوبير. شغل عصام عبد المنعم منصب رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام، ثم رئيسا لتحرير مجلة الأهرام الرياضية، كما تولى رئاسة رابطة النقاد الرياضيين ورئاسة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وشغل عدة مناصب باتحاد كرة القدم المصري كعضو بمجلس الإدارة ثم نائبا ثم رئيسا لاتحاد كرة القدم. رجعنا مع حضراتكم، الكابتن الكبير كابتن عصام منورنا، ومن خلال التقرير عمال اكتب مش عارف ابدا مع حضرتك منين، لاعب، مدرب، ناقد، رئيس رابطه النقاد، عضو مجلس اداره اتحاد، رئيس اتحاد، فمحاور كتيره جدا. بس خلينا نبدا من الحته الاولانيه، لاعب كره، وحضرتك كنت يعني لاعب كره في النادي الاهلي، ومع مشوارك في الكوره وحراسه المرمى، هسألك سؤال واضح ويمكن كلنا يعني رأي حضرتك ايه في ان هو الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي خلى ميشيل ده مدرب حراس المرمى اللي كان مع فايلر موجود في الجهاز الفني الجديد لاستمرارية نجاحه مع محمد الشناوي؟ وطبعا قرار جيد جدا، يبقى فيه لينك دايما او فيه اتصال نفسي بين المدرب حراس المرمى والحراس اللي معاه. ده حاصل دلوقتي بين المدرب وبين محمد الشناوي، ونتيجته الحقيقة باهرة. يعني احنا أنا شايف أنه محمد الشناوي الحقيقة من الناحية الفنية تحركاته نضجت جدا، الهدوء اليقظ، يعني بقى حاجة فيها تناقض، دي بيحطها برضو مدرب الحراس. كل هذه الأمور الحقيقة نتيجة عمل المدرب، فأنا أعتقد أن استمراره يعني قرار جيد جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي. عايز أتكلم عن موسيماني، لأن عايزين نفرد له طبعا ونستغل وجود حضرتك نفرد له مساحة في الفقرة دي أكيد، لأنه الحدث الأبرز في النادي الأهلي، لكن الحدث برضو اللي بيفرد نفسه النهاردة، من شوية كانوا بيتكلموا يمكن في الفقرة الحوارية مع أستاذ جمال الزهيري ومحمد القوسي موضوع الحكام يا كابتن، وحضرتك يمكن كنا بنقول دلوقتي في الانترو أنه حضرتك رأست اتحاد الكورة فترة من الفترات المهمة، إزاي اتحاد الكورة اللي بيرسخ للمبادئ وبيعلي القيم، نشوف الموقف اللي حصل ده النهاردة من شوية في الملعب ما بين فرجاني ساسي والحكم المباراة اسمه إيه؟ أمين عمر. إزاي حضرتك شفت الموقف ده إزاي النهاردة؟
يعني مش عايز اقصوا على الاتحاد الموجود دلوقتي قوي لان هم امكانياتهم كده الحقيقه، يعني هم يعني متواجدين بشكل مؤقت بس بشكل مؤقت ده طال جدا يعني طال جدا طال اكثر مما ينبغي. نعم. واحنا مستسلمين لان الفيفا بتعين، الفيفا تعرف دول منين؟ اذا كنا احنا في مصر ما كناش عارفينهم يبقى الفيفا عارفاهم منين؟ طبعا بيطلع لهم ترشيح من هنا وبيبقى في اتصالات علشان واتيفر يعني الناس هنقول ليهم وعليهم، لكن ليه الاستمرار ده؟ ليه ما نلجاش للشرعيه؟ ليه ما نلجاش للجمعيه العموميه ونصوب الجمعيه العموميه زياده جمعيه عموميه؟ احنا شايفين الجمعيه العموميه محتاجه ان احنا نستبعد منها مثلا انديه الدرجه الثالثه هنيجي لحضرتك الانتخابات لو يعني الجمعيه العموميه يعني موجوده كانت هتفرق في هيبه الحكام في مصر. يعني النهارده ده انا بشوف انا اتفضل. لا بص لا هو الجمعيه العموميه علشان تجيب مجلس اداره مجلس عشان انتخابات تجيب انتخابات مظبوط ايوه عشان عشان مجلس الاداره يعمل بقى هو اللي بيشكل اللجان. نعم. اللجان اللي هي منها لجنه التحكيم. دلوقتي في الدنيا التقدم في الدنيا كلها ما فيش حاجه اسمها لجنه حكام في اتحاد الكوره. في اتحاد حكام مستقل تماما عن مجلس اداره الاتحاد. اتحاد للحكام. هذا الاتحاد اللي بينتخبه الحكام منفصل عن الاتحاد استقلال القضاء. هل بتتكلم من ده مطبق في الدوري الانجليزي اعتقد مطبق في الدوريات الاوروبيه كلها لان دي رولز بتاعه الاتحاد الاوروبي. طب لو حضرتك ما رئيس الاتحاد دلوقتي او رئيس اللجنه زي ما بنقول او مسؤول دلوقتي حضرتك بالنسبه للي حصل النهارده بالنسبه للمنظر، وانا بتكلم دايما المنظر عامه اي منظر سيء بيسيء للكره المصريه وبيسيء للدوري المصري ايا كان اذا كان لاعب زمالك اهلي اسماعيلي احنا دايما بنحط نقط فوق الحروف لما بنشوف حاجه غلط بنتكلم عليها. كان هيبقى قرارك ايه في موقف زي ده ان لعيب ممكن يعتدي على الحكم او ممكن اذا كان بلفظ او بيمد ايديه على حكم او شوف عشان مساله الاهلي والزمالك وانا مسؤول مثلا في الاتحاد وانا اهلي واللي ارتكب الخطا ده زمالك فانا هبعت للفيفا اقول لهم عندي واحد ضرب حكم اعمل فيه ايه؟ قالوا لي اشطبه هشطبه وهو الشطب شد. لا اللي قريته قبل ما ادخل ان العقوبه النهارده بيتحدث عنها البعض وقوفوا 8 مباريات. شوف يعني انا ما بتكلمش على عندنا ما يحدث في مصر. انا فاهمه بس النهارده حتى لو العقوبه دي تم تطبيقها الكلام الكتير اللي بيتقال انه ممكن يتوقف 8 مباريات هل دي ممكن تكون عقوبه كافيه؟ يعني انا بعد كده خلاص هضرب الحكم واخد 8 ماتشات. ايه 8 ماتشات يعني؟ كل ماتش اضرب لي حكم خلي اللعيب عندي يضرب حكم وياخد 8 ماتشات ايه؟ دي جريمه فظيعه جدا. يعني سب دفع الحكم بس كده دي او لمسه حتى او لمسه انتشابل الحكم ده لا يلمس. فانا بضرب الحكم وبعدين انا كمان مش مصري صح ولازم يبقى عندي لياقه واحافظ على ان انا راجل ضيف. انت جاي ضيف وبتضرب الرمز اللي عندي كمان ده انا اطردك الغي اقامتك. قاضي الملاعب لو احنا يعني بنحافظ على كرامتنا يعني هي مشكله فعلا في هيبه الحكام. هي هيبه الحكام نفسها مفتقده بقى لها فتره بصراحه. كابتن عصام وحضرتك متابع الاجواء ومتابع الاحداث كلها ودايما لما حد بيغلط ويسكت ما بيكونش في عقاب فخلاص انت بتفتح الباب انك ممكن تغلط تاني. الحكام مسؤولين. الحكام ليهم لجنه وليهم كيان وهم لازم يحافظوا على كيانهم. امين عمر ممكن يتحرك ازاي؟ يعمل ايه اللي تهاجم النهارده؟ الله يكون في عونه. هيروح لمين؟ المفروض في لجنه. هيروح لمين؟ هيروح للجنه المؤقته ولا لجنه الحكام؟ اضعف منه. اضعف منه. كابتن وجيه احمد صح؟ كابتن وجيه يعني ما خلاص بتاخد مش في قرار اتاخد ضد اللعيب لغايه دلوقتي ما فيش قرار طلع ضد اللعيب اعتقد لكن احنا بنتكلم عقوبات مرتقبة. عقوبات كلها يعني في الكواليس 100,000 تخيل يعني عقوبة و 100,000 جنيه. 100,000 جنيه يعني مع احترامي في لعيبة كتيرة جدا بتاخد أكتر من 15 و 20 مليون جنيه في السنة ولما يطلع عقوبة يقول لك طب يدفع 100,000 جنيه يعني إزاي؟ لا ما شوف أنا بصراحة يعني العقوبات
ما تتحسبش بالفلوس بالدولار. بالدولار ده 100,000 عقوبات لازم اشوف انا اشوف اللوائح المماثله في الدول الاوروبيه سواء باليورو او بالدولار واشوف العقوبه اللي بيعمل كده في الاتحاد الانجليزي بيدفع كام، اللي بيعمل كده في الاتحاد الفرنساوي، الاتحاد البلجيكي، الاتحاد الهولندي، اشوف التسعيره بتاعه المجرمين دول. هو كان في حتى لسه الاسبوع اللي فات مورينيو كان بيقول ان انا يعني خدت بالك بالكلمه دي على ايه خلاص بقى عدت لا ما عدتش النهارده موضوع سبورتس كريمينالز ده المجرمين الرياضيين الاجرام الرياضي ما ممكن يكون في 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 موقف لاعب في ملعب، الاجرام الرياضي ممكن يكون في تصريح مسؤول ده يعتبر اجرام رياضي، وكمان في كمان خلينا نتكلم بكل بص انا هقطعك بس هقطعك احنا هنلاقي مشكله لو بعتنا لاي دوله اوروبيه عشان نقول لهم اللي بيضرب حكم نعمل له ايه، لان مفيش فلاح عندهم ضرب الحكم مش موجودة. مش موجوده في الدماغ اصلا مش واردة. يعني عشان كده حضرتك كنت بتتوقع شطبه في حل رحت للفيفا، يعني انت المفروض يعني لو رحت استفتتهم هيتشطب. بتكلم مع حضرتك كمان ان احنا يعني خلينا والاجواء كلها طالما في سكوت وطالما في رضا عن خروج عن النص وتصريحات غير رياضيه، فده انا في اعتقادي ده نتيجه لحاجات كتير جدا كان بتحصل، وبنبدا بقى نبني ثمارها للاسف ثمار كلها فاسده، ان احنا عندنا مشاكل في اخلاقيات اللعيبه، عندنا مشاكل في التحكيم، عندنا مشاكل في حتى بعد المباراه في شجار بالايدي، وبعدين ما فيش مشكله او الدنيا تعدي، فالامور دي كلها محتاجه، وحضرتك قلت الكلام ده قبل كده، محتاجه ايد من حديد من خلال اتحاد كره منتخب من اعضاء جمعيه عموميه لهم صله برياضه كره القدم. انا معاك 100%. طولت قوي المؤقت ده، ما المؤقت انما هو مستمر اكتر من اتحادات كتيره قوي كانت منتخبه. لكن خلينا نعدي النقطه دي عشان احنا قرصنا عليهم كتير. خلينا نقول الانتخابات لابد من ان انا اعمل قانون انتخابي مختلف يتوائم مع الاهداف اللي انا عايزها. لازم احط يعني مواصفات في عضو مجلس الإدارة ده، وحط مواصفات في الناخب، يعني مين اللي ينتخب التصويت. يعني حضرتك قول لي الأول إيه مواصفات عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة، المواصفات اللي المفروض تكون فيه، المواصفات اللي تخلي الناخب واحد زي فرانز بيكنباور يبقى رئيس اتحاد الكورة الألماني. ما جيبش واحد ما تفرجش على كورة ومسكه اتحاد الكرة، او واحد ما اتفرجش على الباسكت ومسكه رئيس اتحاد كرة السلة او الهاندبول او العاب القوة او السباحة. يعني كل هذه الامور، كل هذه الاتحادات اللي انا قلتها لحضرتك ما حدش بيجرؤ يتولى رئاستها عضو مجلس ادارتها الا اذا كان لاعب متميز فيها له تاريخ دولي كبير وتاريخ اداري. الا الكرة نهبل كل واحد، ما كلنا بتوع كرة، كل القهاوي بتفهم في الكرة وكل الناس بتتفرج على الكورة وبتفتي في الكورة. وبعض الأحيان كابتن عصام بيقول لك في مقولة تانية تقول لك هو مش لازم يكون لعيب كورة، هو ممكن يكون بلغتنا كده بيدير بشكل كويس، وبالتالي ممكن ما يكونش لعيب كورة كبير أو عنده تاريخ في الكورة كبير عشان يقدر يدير اتحاد كورة. يعني دي وجهة نظر أخرى، يعني دي وجهة نظر، أنا دارس إدارة، وجهة النظر دي تطبق في المؤسسات والشركات والوزارات. القاعدة اللي بتقول كلما ارتفعت إلى أعلى في الهرم الإداري قلت الحجر التخصص. يعني رئيس مجلس إدارة المصنع مش لازم يكون مهندس. لكن في الكرة حاجة تانية، والباسكت حاجة تانية، والهندبول حاجة تانية، والعاب القوة حاجة تالتة. ما ينفعش ده ممكن يكون حضرتك بتتكلم عليه، ده ممكن الجزء ده او الفكر ده ممكن رابطه الانديه مثلا، رابطه الانديه المحترفه، ممكن اداره الكوره نفسها من خلال اداره. لا ممكن يكون مش لعيب كوره لكن عنده، لان دي شركات، لان دي شركه بالظبط، شركات وفلوس واسهم ومساهمين وتسويق. صحيح. يعني كل هذه الامور مش محتاجه انك تكون تكنيكال في كره القدم. صحيح. لكن اما اجيب اتحاد كره الماني احط فرانز بيكنباور وهكذا، يعني اما اجيب اتحاد كره احط هاني رمزي، يعني اجيب حد
فيجر في الكرة وباش بس فيجر ما كانش وهو لاعب عليه مآخذ أخلاقية أو سلوكية على مستوى دولي كان كابتن يعني قائد يعني يستبعد لو ما كانش كده فعنده هذه الصفات القيادية يعني. فإحنا محتاجين نغير مفهومنا في اللي جاي يعني اللي موجود دلوقتي حاجة مؤقتة صحيح مطولة معانا شوية المؤقتة دي يعني أكتر من اللازم بس ليه نفس الصلاحيات الدائم يعني ليه نفس الصلاحيات اللي للأسف الغير مؤقت ما هو المؤقت ده بيبقى مؤقت لغاية ما انتخب أنا مش عايز انتخب بس بيدير بنفس الصلاحيات يا كابتن صح المؤقت ده مش بيدير بنفس الصلاحيات المؤقت هو المؤقت اللي بيحترم المنصب اللي هو فيه ما بيديرش كل حاجة فرع من فروع الكورة بعمل لها لجنة الحكام المدربين المسابقات كل الأقسام الثانية والثالثة كل دول أجيب الناس اللي هم بيفهموا في الحتة دي وبروفيشنال وبيد مفيش حاجة دلوقتي هواية مدفوع كله. وأنا مش لازم أكون متخصص بقى في الحالة دي أنا بفهم في الإدارة في المانجمنت مش لازم أكون لعيب كورة عشان أبقى في مجلس في البورد البورد الكبير لكن كل منزل لتحت أبقى عايز تخصص كلما ارتفعنا إلى أعلى في السلم الإداري قلت الحاجة للتخصص منزل للفرعيات عايز متخصصين بقى صح. مش معقول أجيب لجنة طبية هو لازم يكونوا دكاترة وهكذا والتحكيم كمان هو التحكيم أنا دايما بدوس على حتة التحكيم لأنك بتتكلم في حاجة مهمة جدا وحضرتك كنت رئيس اتحاد وعارف المشاكل اللي كان بيعاني منها الحكام في ساعات كتيرة جدا احنا التحكيم عندنا فيه شوية أخطاء لكن حضرتك كنت عارف ان مثلا مكافآت الحكام ما كانوش بياخدوها انتقالات الحكام كانت بعافية شوية صح. حتى على مستوى الشكل العام زي الحكام يمكن بيتحسن لحد ما لكن حضرتك بتقول عليه ان لازم تكون حكام بروفيشنال بتقبض فلوس شغلتك ايه في الحكم بقبض فلوس علشان اخد اللايسنس ديت وهنرجع للموضوع اللايسنس ده كمان مهم قوي فانا دايما بشوف ان منظومه التحكيم يعني في ايدينا ان احنا نقدر نحله بس ما بناخدش خطوه لقدام ما هي الخطوه اللي قدام انا مش هخترع العجله انا لازم اشوف الدنيا ماشيه ازاي مفيش دلوقتي حاجه اسمها لجنه حكام في اتحاد الحكام الاتحاد ده مستقل تماما عن اتحاد الكوره ايوه مش لجنه منبثقه من الاتحاد ولا المجلس مستقل يعني حضرتك بكره رئيس الاتحاد هتعمل كده طبعا يعني لو حضرتك بكره رئيس الاتحاد المصري ما عنديش لجنه اسمها لجنه الحكام يا حكام انتوا يعني هطلب من الوزاره وزارة الرياضة انها تحط في النظام الاساسي انه مجلس ادارة الاتحاد ليس له علاقة بالتحكيم ايوه التحكيم ده له اتحاد خاص به مستقل واللي بينتخب البورد بتاعه الحكام نفسه الدرجات كلها الثالثة والرابعة والثانية والاولى وكذا وهم اللي بيعملوا السيستم بتاع الرانكينج بتاع الحكام واختبارات الحكام والترقي بتاعهم وترشيح الحكام الدوليين عشان يبعتوها للفيفا كل الامور دي بيعملوها الحكام بشكل مستقل زي استقلال القضاء طبعا والقضاء تبع الحكومه ودول قضاة الملاعب برضو بالظبط هو المسؤولين عن ان هم يحكموا ما بين اللعيبه زي ما صحيح. بيتقال مش من المقبول ابدا ان يتم الاعتداء عليهم بالصوت والصوره زي ما احنا شفناها بالطريقه الغير لائقه دي على الاطلاق كفايه عليهم كده زي ما حضرتك قلت وخلينا ندخل في موسيماني ايه رايك فيه والله يعني الفيرست امبريشن يعني او الانطباع الاول كويس يعني انا قلبي اتفتح له يعني ده من خلال حديثه في الصحافه من خلال الفيديوهات اللي نزلها ولا تاريخه يعني تاريخه طبعا هو مدرب لا هو تاريخه ده بشكل موضوعي انت بقى احساسك نفسه اللي وصل الفيرست امبريشن الانطباعات الاولى قلبك يعني قلبك ان شاء الله تدوم ان شاء الله تدوم يعني ايه ليه بقى ايه ليه يعني كده ما الحاجات دي اسلام يعني ما بالاحساس يعني ما تتفصلش لكن هو طبعا الواحد حتى الفيرست امبريشن ده والكلام ده غصب عنه بيبقى متاثر باللي سمعه عنه صحيح. او اللي قراه صحيح ما مش هي حاجه غيبيه يعني سي في بتاعه محترم جدا و
انت شايف قرار مجلس الاداره كان في محله؟ كنا بنتكلم على وجود هذا المدرب في هذا التوقيت بهذه الخبرات، ده كان مهم جدا، وتعامل اصلا مجلس الاداره مع ملف عدم التجديد لفايلر والاستغناء او يعني شكره على المجهود اللي عمله، وفي خلال ساعات كان موجود مدير فني بهذا السي في علشان ما يحصلش عمليه انتقاليه ممكن جدا تهز شويه من اللعيبه او ثقه اللعيبه. يعني هو اصله يعني تغيير المدربين ده وارد، يعني حاجه يعني طبيعي بتحصل في الكوره، بس عندنا في مصر بزياده شويه. لا لكن يعني فايلر طبعا انا ما استريحتلوش، عمري ما استريحتلوش فعلا. والله ده كان كلام حضرتك في مع بدايه مجيئه لمصر من اول فعلاً؟ يوم يعني مش تراستورثي، مش واثق فيه من أني جاي، مع انه على المستوى الفني كان بيأدي بشكل كويس خاصه قبل كورونا يعني. يأدي كويس، هو اصله ما فيش حد هيجي مع الاهلي ويفشل، انت ما تعرفش تفشل مع الاهلي، لان الاهلي منظومه تنجح يعني. وانت ترس، انت لاعب ولا مدرب ولا اداري ولا في المنظومه دي، انت ترس في هذه المنظومه، فيعني المنظومه العجله دايره، التروس كلها بتدور فبتدور بعضها. فهو يعني محظوظ انه جه في النادي الاهلي في الوقت ده، انما انا يعني ما بطعنش في كفاءته طبعا، لان هو مؤكد انه مدرب كويس والا ما كانش الاهلي اتعاقد معاه. لكن هو as a person بقى كشخص مش كويس، لانه يعني مش صريح، تحس انه هو يعني بيكلمك وهو بيتفق مش عارف فين، مش عارف بيقول ايه وهو مخه حاجه تانية، مش واضح. كان في عدم تركيز في الفتره الاخيره، كان في عدم تركيز، ما هو عدم التركيز ده نتيجه ان هو دماغه شغاله في حته تانية بره، يعني مش يعني عايز يمشي. وبعدين احيانا بتكون المدرب بيبقى عنده ضغوط اسريه، انا مش عايز اظلمه، ممكن يكون مثلا عنده ضغوط حاجات خاصه انا ما اعرفهاش، شخصيه تخليه يمشي. يعني طبعا هو حر يعني. لكن يعني انا ما كنتش يعني مستريح له قوي. الراجل ده رغم انه يعني دخل قلبنا بدري، رغم انه هو مش ما عادش كتير موسيماني. موسيماني النهارده السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن انه اول مدرب افريقي اجنبي افريقي، خلينا نقول او نصححها يعني، اول اجنبي افريقي يدرب النادي الاهلي. وده يمكن بقى اللي ممكن يفتح المستقبل قدام المدربين الافارقه بشكل كبير في اللي جاي، لانه دايما الاهلي، ومش عشان في القناة بنقول كده، بس هو دايما اللي بياخد الخطوة الأولى أو التجربة الأولى، وبعد كده يعني بيفتح السكة يعني للي بعديه. فقول لي بقى موسيماني هيعمل إيه مع النادي الأهلي، والاختيار ده من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون في صالح النادي إلى أي مدى؟ هو طبعا يعني دي خطوة مش عايز اتكلم كلام مجعلص، انما خطوه تاريخيه. اول مدرب اسمر، ما انا مش عنصري ولا حاجه، اول مدرب اسمر هيدرب في مصر اكبر نادي في مصر. هو الحقيقه يعني واضح انه هو يعني النادي الاهلي مش غريب عليه، شافه وشاف فيديوهاته وشاف بطولاته وعاش جماهير، هو شاف الجماهير وشاف معانا لقطه بيصور الجماهير بالبيت جماهير النادي الاهلي، يعني ايه عايش معانا عايش معانا من زمان، وفاهم فاهمنا يعني فاهم. مش هياخد وقت علشان يتاقلم مع اوضه اللبس ومع الملعب ومع يعني بس ايه علاقة البشرة السمراء في موضوع التدريب؟ انا يعني حضرتك بتقول يعني قصدت بيها ايه لما قلت كده انه صاحب البشرة السمراء اول مرة يدرب في النادي الاهلي؟ هل دي يعني ليها دلالة معينة يعني ولا مش فاهمة؟ لا مش قصدي مش قصدي البشرة السمراء يعني. ما كان عندنا ما كان في همامي، وكان في كذا مدرب، ايمانويل اومينيكا كان برضو مدرب المقصة يعني. انا بتكلم على يعني مدرب وارد افريقيا. وارد افريقيا، نعم. مش وارد اوروبا. يعني احنا يا اما واحد صحيح. مصري، يا اما مدرب من اوروبا اجنبي اوروبي، انما مدرب بلاك افريكان لا، ما عندناش ده. ما عندناش في مصر كلها، فهي تجربه جديده، بس تجربه جديده ومحسوبه
محسوبة بنتائج وبإمكانيات وبرؤية. وأكيد طبعا السي في بتاعه، وبعدين الناس اللجنة اللي بتختار بتشوف فيديوهات وبتشوف الكوتشنج بتعمل ازاي. انا لما اجي اخد مدرب في النادي الاهلي بشوف ماتشاته. بشوف ماتشاته يعني ايه؟ بشوف التغيير لعبه، بشوف طريقه اداءه، بصماته هو، اسلوبه، وبعدين بشوف تغييره، وبشوف الـ تفاعله مع الفرقه المنافسه. فكل الكلام ده تم بناء عليه. يعني تجربه الحقيقه بالنسبه لمصر تجربه رائده ان يبقى عندنا مدرب. وممكن ده زي ما حضرتك وبتقول وسام بتقول ان ممكن بيفتح السكه كمان، ان احنا دايما بنشوف ان احنا مدرب اجنبي يبقى مدرب اوروبي. ممكن جدا ان شاء الله نجاح هذا المدرب مع النادي الاهلي ممكن بعد كده العين تروح للمدربين، بعض المدربين الافارقه في دول مختلفه يعني. هنتطرق لده، وهاخد من كلام حضرتك انه مهم جدا انه عارف اداء النادي الاهلي كويس، عارف امكانيات لعيبه النادي الاهلي كويس، وده بالتالي هيأثر عليه مسافه مباراه الوداد. احنا قدامنا تقريبا 15 يوم على مباراه الوداد. فده هيكون عامل ايجابي ان هو سريعا هيخش الفرقه وهيعرف امكانيات اللعيبه. حضرتك شايف مباراه الوداد فنيا شايفها ازاي، خاصه المباراه الاولى هتكون في المغرب؟ هو مش بس عارف النادي الاهلي، الوداد هو عارف الوداد طبعا، لعبهم كتير. فهو بالنسبه له يعني الفرقتين عارف المميزات وعارف العيوب وعارف الثغرات، وعارف تلعب هوم ايه وتلعب اوي ايه. يعني ازاي تلعب مع دول هوم وازاي تلعب مع دول اوي، وازاي الذهاب والعوده يعني. صحيح. ما اعرفش، انا بحب اترجم مفهوم كده. يعني هو في وقت كتير قوي اختصر. صحيح. انك جبت موسيماني عن انك كنت تجيب اي مدرب تاني اوروبي. يعني الخطوه ذكيه من مجلس اداره النادي الاهلي، مش بجاملهم ولا حاجه، بس هي فعلا دي الحقيقه، ان انت بتجيب مدرب افريقي. يعني لو جبت واحد خواجه قد موسيماني 10 مرات، بس انت غريب عنه والتيم التاني غريب عنه، ياخد وقت كتير. فانت هتيجي تلعب الماتش ده ازاي؟ يعني محتاج وقت انك تتاقلم. هتكون بالظبط هتسمع اللي يقول لك عليه المساعد المصري. اللي هيقول لك عليه هتعمله سامي قمصان بقى. هو ده اللي هيقول لك. هيقول لك عليه، هيقول لك على الفرقه الثانيه، هيقول لك امكانيات اللعيبه بتفرق. اما انا اكون مدرب وعارف امكانيات وعارف اللعيبه بالاسماء، يعني هي الفكره انه كمان عارف اللعيبه بالاسماء وشاف ادائهم، عارف امكانياتهم. فكل ديت عوامل للنجاح. لكن يعني ان شاء الله ينجح باذن الله، لكن مش عايزين نحط كمان ضغوطات كبيره جدا عليه. هو انا حاسس كمان من خلال الفيديو بتاعه ان هو عنده رغبة، يعني عنده رغبه كبيره وعنده حماسه كبيره جدا انه يشتغل في النادي الاهلي، وده كمان شيء ايجابي. في ساعات بعض المدربين وخاصه الاوروبيين، وانت طبعا عارف يا كابتن انه بيجي مصر لسه وهشوف الاجواء والتعامل، لكن هو الراجل جاي يعني شايل كل دوت من على كتافه، وحاطط بس ان هو ان شاء الله عنده بطوله مهمه هي بطوله افريقيا. هو طبعا مفيش مدرب، يعني ده مش غرور، مفيش مدرب افريقي ولا اوروبي مش عارف النادي الاهلي. اكيد لا طبعا، مظبوط. النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، ونادي ودلوقتي كمان المساله بقت قريبه قوي، مفيش حد ما بيشوفش. صحيح. زي ما حضرتك بتفتح التلفزيون تشوف الدوري البلجيكي والدوري الالماني والدوري الاسباني، هم برضو بيشوفوا، خصوصا الناس البروفيشنال اللي في الشغلانه طبعا، فبيشوفوا عارفينه. شوفوا المغرب ده، المغربي والمصري طبعا. فيعني هو لو اي واحد في اوروبا عايز يتكلم على افريقيا بيتكلم عن النادي الاهلي، بيتكلم على النادي الاهلي. صحيح. يعني معروف يعني انه لانه النادي الاشهر في افريقيا. فالمسائل كلها دلوقتي بقت قريبه جدا، والجلوبالايزيشن في كره القدم قربت المسافات كلها. في انترنت يعني، في انترنت في كل حاجه. النهارده عندنا يعني خلاص باقي من المباريات اللي في الدوري، يعني خلاص يمكن عدد ماتشات ممكن يكون في صالح موسيماني قبل المعسكر المغلق لمواجهه الوداد. شايف عدد المباريات المتبقيه دي ممكن يساعد النادي وموسيماني تحديدا ازاي؟ هو هيساعده تكتيكيا. نعم. في ان هو طبعا هو جاي والدوري خلاص خلص، قرب يخلص. خلاص. انما هو هيستغل الماتشات اللي فاضله في الدوري دي
علشان يعمل التاكتكس اللي هو عايزها للبطوله بفكره هو للوداد بفكره هو للماتش الوداد هيستغل الكلام ده سواء على بشكل فردي انه هيدي مهام تكتيكيه في المباريات دي اللي ما تهموش نتيجتها للعيبه متفصله على الماتش بتاع الوداد صح مش على الماتش اللي هو بيلعبه ايوه ده ماتش تحصيل حاصل اللي بيلعبه دلوقتي فهو الشغل بتاعه كله تكتيكال وايز هيبقى اعداد للماتش بتاع افريقيا من خلال ما هو ما يقدرش في التمرين العادي او في التقسيمه مش هياخد نفس احسن بروبا هي الماتشات الرسميه هي الماتش الرسميه واللي المنافس هيبقى داخل معاك جامد وكلام بالظبط في الشد العصبي وفي التشالنج وفي كل حاجه فهو دي الفرصه انه هيعمل فيها البروفات كلها بتاعه الماتش الافريقي في الدوري المحلي هو طبعا لما احنا بنتفرج على اداء سان داونز احنا بنشوف اداء كوره حلو ولما دايما يقول لك الاهلي هيلعب سان داونز بنقول هيبقى ماتش فيه كوره لان بعيدا عن العنف الافريقي لو مثلا فرقه من الكاميرون او فرقه من السنغال بيبقى فيه شويه قوه بدنيه اكتر لكن احنا دايما بنفرج حتى جنوب افريقيا واحنا بنلعب كره كابتن ونروح جنوب افريقيا بتستمتع بالكره لان بيلعبوا كره حلوه فالمدرسه نفسها وشخصيه المدرب اعتقد كمان مهمه قوي انه بيلعب مع فريق صن داونز من 2012 لغايه اول امبارح عنده شخصيه اللعب المفتوح وده لاعب النادي الاهلي بيحبه وجماهير النادي الاهلي بتحبه ومتاثر كمان بالبرازيل لانه كان مساعد لمدرب كبير برازيلي ولعب معاه كاس عالم فده مطمنا شويه ان ممكن كمان هيخش مدرسه النادي الاهلي او اسلوب لعب النادي الاهلي هيناسب طريقه تفكيره يعني هو ده ممكن اللي الناس ساعات انا اصحابي يقولوا لي بس احنا قلقانين قوي لان ماتش الوداد مش هينفع نلعب مفتوح كده لانه بيلعب على طول مفتوح حتى لو هو بيلعب الاهلي بيلعب الاهلي مفتوح يعني الرؤية الفنية لحضرتك شايفها من خلال أدائه قبل ما يجي النادي الأهلي هيطبقها ازاي من خلال بعد ما دخل النادي الأهلي في الظروف اللي احنا بنمر بيها دي هو لازم يقرأ لعيبة النادي الأهلي من خلال التمرين حالتها دلوقتي في التقسيمة يقرأ الإمكانيات اللي موجودة ويفصل عليها الخطة اللي هو عايز يلعب بيها يعني مع احترامي لكل الناس اللي بتحلل ما بقاش في دلوقتي كره امريكا اللاتينيه وكره وسط اوروبا وكره يعني المدارس اختلفت انتهى الكلام ده كله بقول لحضرتك في جلوباليزيشن في كره القدم هي الكره هي الكره بس هو يا كابتن مازال بيعتمد على المدرسه اللاتينيه دي المهارات الفنيات العاليه هو موسيماني افتكر انه متخصص في اللعبه دي او في المدرسه دي ما هي هي هي, هي, هي الكلام انا متخصص متاثر بيه بس يعني. انا الادوات اللي عندي ايه ساعداني التالنتس اللي عندي دي هل بتديني ايه هل بتديني اللعب المباشر هل بتديني الحلول الفرديه يعني كل المسائل دي انا كمدرب ما اقدر ادرب في اي حته في الدنيا بس هروح اشوف القماشه اللي عندي ايوه ينفع معاها ايه مدرسه أنا ينفع مدرسة. معاها ايه الاسلوب التاكتكس اللي وبعدين لو رحت النادي الاهلي غير ما نروح نادي الزمالك غير ما نروح الاسماعيلي غير ما نروح المحله يعني كل ما اروح نادي هشوف القماشه اللي عندي ايه واقدر افصل عليها التكتيك اللي هو يتناسب القماشه اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي تقدر تنفذ هتبقى بالنسبه له سهله ان تقدر تنفذ اسلوب لعبه اللي هو اسلوب اللعب المفتوح الجناحات اللي عندها سرعه شويه بيعمل كاونتر اتاك كويس قوي حتى بنفتكر مباراه الاهلي هي طبعا الاهلي اتغلب فيها عمل كاونتر اتاك بشكل هايل عنده سرعات في نص الملعب انا لو امسك النادي الاهلي دلوقتي مكانه يعني هو لو سمعني وانا هقول له اتفرج على بايرن ميونخ مع برشلونه ولا لا الاهلي الاهلي عنده قريب مش قريب من التكتيك بتاع بايرن وعنده الادوات بنسبه 70% تقريبا اللي تقدر تطبق الشغل بتاع البايرن فهو يعني لو توصلوا له الكلام ده كويس يعني حضرتك شايف ان عنده الادوات يقدر يعمل الشغل اللعب المفتوح السريع بادوات يمكن
وارد جدا ان الفتره الجايه ان شاء الله بعد التاهل ببطوله افريقيا او نكسب بطوله افريقيا ممكن جدا يكون عنده بعض العناصر اللي اشتغل معاها في جنوب افريقيا من لاعبين مميزين يكونوا موجودين في النادي الاهلي عناصر. واحنا بنشوف دوت في كل المدربين اللي بتروح اماكن يعني رونالد بيجيب من اياكس وبيجيب من هولندا اللعيبه اللي عارفين الكواليتي بتاعها وتقدر تطبق المدرسه ديت موجوده ممكن جدا ان يكون في تفاوض ممكن او كلام دلوقتي مع مجلس الاداره على لاعبين زي دول. صحيح احنا مفتوحين يعني يجيب اللي هو بس احنا نشوف اللي هو هيجيبه ايه لانه بس لازم يعني يكونوا على الـ على الـ على النغمه بتاعه التيم. انا مش عايز اجيب حد بيكون كويس قوي في حته انما مش ماشي مع مع التيم لان التيم دلوقتي كويس. التيم دلوقتي بيعمل كوره مش بس بيكسب دوري مثلا قبليها بقد ايه انما بيعمل كوره ما تزهقش انك تتفرج عليها. حلو خلي بالك الـ يعني الـ الهدف مش بس ان انا اكسب بطوله. كره القدم بتعمل متعه بتعمل انترتينمنت للبشر بتعمل ترفيه للناس. الناس اللي بتشتغل وتيجي طول النهار وبعدين تيجي تتفرج على ماتش كره تتبسط. لما تلاقيش واحد يضرب التاني بوكس وبيكلم ده يبقى يعني حاجه تقرف يعني. طيب احنا بعد الفاصل لسه مكملين مع حضرتك كابتن عصام مشرفنا في البيت الكبير وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضرتك اتفضل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه والسهره مع الكابتن عصام منورنا يا كابتن. اهلا يا هاني. في البريك كده قلت لك على حاجه قلت لي هقول لك على الهواء كنت بسال حضرتك كان الاول كان في عدد اعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكره المصري عدد كبير جدا وصل ل 300 او 400 عضو بما فيهم مراكز الشباب. اعتقد العدد ده قل بشكل كبير جدا. حضرتك تفتكر ايه العدد المناسب للجمعيه العموميه اللي هتنتخب من يدير الكره المصريه في الفتره اللي جايه؟ ايه العدد المناسب ان احنا نقدر نقول ان هم دول فعلا الجمعيه العموميه اللي بتنتخب بشكل شفاف جدا وشكل ديمقراطي جدا؟ هي انديه القسم الاول والثاني. يعني حضرتك بتتكلم في 18 و36 يعني دول ينتخبوا البورد اللي هو القسم الاول والثاني اللي هي الدرجه الاولى والثانيه ثلاث درجات يعني يعني الممتاز ممتاز 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 به والدرجه الثانيه والدرجه الثانيه. الثلاثه دول اللي هم على مستوى المستوى عام لان اللي تحت كده دول مناطق. صحيح. فدول ينتخبوا مجلس اداره المنطقه يعني ما يكونوش اعضاء عضو في يعني في الانتخاب مجلس اداره اتحاد الكوره. هي اصل يعني هي ما لهمش علاقه بيهم اصلا. اصلها مش يعني مش يفتح هيحطها يعني هي انت مالكش علاقه بالمساله فليه يبقى ليك سي فيها؟ انت عارف ما خلاص ما انا عارف وانت عارف بس هم مش لازم يعرفوا. القسم الاول والثاني والممتاز اللي هم فعلا دول اللي منهم حاجة على ناشونال يعني على مستوى القومي أو مستوى الوطني منتخبات ناشئين ومنتخبات شباب والمنتخب الأول وهكذا. المناطق اللي هي الاتحادات بقى الفرعية ده الاتحاد الفرعي منطقة القاهرة والجيزة يعني المناطق الفرعية يعني. وبعدين يا سيدي مش لازم نخترع العجلة احنا نشوف نجيب النظام الأساسي بتاع الاتحادات في ألمانيا وفي فرنسا وفي إنجلترا وفي أسبانيا الدول المتقدمة في كرة القدم هنلاقيها كلها ألايك لأنه كلهم شبه بعض اتحاد أوروبي يعني وشوف الكلام ده واعمل كوبي منه هنا. ليه تمشي على البدلة القديمة خالص وعمال تقيف فيها؟ إنما هي البدلة القديمة برضو بتاعتنا بتاعت زمان اللي هي كانت أصلاً جلابية وانت عملت اهيف فيها وتعملها بدله زي حمامك القديم. ايوه بالظبط. الكابتن عصام المشاكل الكره المصريه كثيره جدا وازماتها اكثر ممكن لو حضرتك كده يعني تحط لي بالارقام مشاكل الكره المصريه في 1 2 و3 ابرزها ايه؟ ابرزها الاداره المانجمنت من اول وهي تصلح حاجات كتير قوي تحتها بعد كده
علاقة الإدارة الحكومية بالقطاع الأهلي. ستيل برضو ما زال عندنا نوع من السيطرة الحكومية على القطاع الأهلي اللي هو الاتحادات والأندية، حتى الأندية حتى الأندية اللي هي المفروض إنها الأندية المحترفة، يعني ما عندنا، يعني ما فيش لغاية دلوقتي عندنا نقدر نقول دوري محترفين، والأندية لغاية دلوقتي مش يعني على الورق مش أندية لسه محترفة. يعني هل ينفع إن أنت مثلا يجي وزير الشباب في ألمانيا يحل مجلس إدارة بايرن ميونخ؟ لا طبعا أكيد لا. في انجلترا يحل مجلس اداره ويست هام ولا توتنهام؟ يا كابتن عصام دي هترجع تاني ان انت ما عندكش الاف سي، ما عندكش فوتبول كلوب، وبالتالي انت ما عندكش نادي احترافي اللي هو لا مجلس اداره عنده ميزانيه خاصه بيه، عندك رخصه انك نادي محترف، عندك جمعيه عموميه، انت مش نادي بتطرح اسهمك في البورصه وعندك ليه لا؟ ما هو كل ده مش عندنا. عشان كده مش عندنا ليه؟ ما عشان كده بقى الحكومه، يعني عشان كده بيبقى في دخول او تدخل بشكل او باخر، تدخل حكومي. التأخير متعمد؟ تدخل حكومي لانه هو مش عايز يشيل ايده من على المساله، او مش عايزين نحترف بشكل مباشر لحاجات كتير. شوف وحضرتك عارفها وانا عارفها، يعني هو في دلوقتي ارهاصات، في انديه دلوقتي بقت خاصه مملوكه لل ماشي موجوده بس الكيانات الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك والاتحاد السكندري والاسماعيلي والاولمبي والاتحاد السكندري كل دول يعني لازم قرار. هو مش هتعمل ثوره، لازم الحكومه نفسها تدعم الناس دي. لا هي اللي تبادر يعني وتطلق سراح الانديه دي، او تطلع تشريع يقنن عمليه تخصيص الانديه دي، يقول الانديه مثلا تتحول الى شركات مساهمه وتطرح اسهم، وتكون الاولويه في الاسهم دي لاعضاء النادي الموجودين حاليا، وتحط برضو ضوابط ان محدش يسيطر، واحد مثلا يشتري طبعا ولا يشتري الاسهم كلها ويبقى انا رئيس مجلس الاداره، تلاقي واحد ليها قوانين وليها يعني تحط لائحه برضه تحط لائحه بحيث انها تم محدش يشتري اكتر من كذا سهم علشان ما يبقاش صاحب اكبر اسهم هو يبقى رئيس النادي وخلاص، ويبقى اشترى النادي يعني، وتمشي في المساله بشكل تدريجي. انما لابد من انه الحكومه تشيل ايدها من على المساله، تشيل بايدها من على المساله. بيرجعنا او بيودينا لحته الاستثمار الرياضي في مصر وظهور بعض الفرق زي بيراميدز على مستوى استثماري، وشايفين ان كمان داخل يعني في بعض المشاريع بتبقى داخله في الاستثمار الرياضي من خلال شراء انديه، و بيعلوا من قيمتها التسويقيه وبيخشوا في ويخشوا في الدوري. حضرتك شايف دي تجربه ايجابيه وهتفيد الكره المصريه من خلال الكلام اللي احنا بنقوله ان احنا لسه ما حطيناش مش انديه محترفه، ويعتبر الدوري المصري بكل امانه مش دوري محترفين بصراحه. سمك لبن تمر هندي من الاخر واضح المشهد. نادي يعني انديه حكوميه، الحكومه تقدر تحل مجلس الاداره وزير الشباب، ونادي تبع شركه، ونادي تبع جمعية، ونادي صاحبه واحد، وكل دول بيلعبوا في مسابقة واحدة. كلام يعني بصراحة تهريج، يعني ما فيش حاجة في الدنيا كده يعني. لابد من انه الكل يبقى ماشي بسيستم واحد، يا اما يبقى عندك أندية قطاع عام كلها، يا اما قطاع خاص كلها. عايز تخليها كلها قطاع عام، يبقى أهم من الشركات الأندية بتاع الشركات دي، وده مش هيحصل خاص. احنا بنتكلم يعني بنتكلم مش قطاع عام وخاص، انت بتتكلم لازم يكون في سيستم ماشي على الجميع، وان كل الأندية بكل يبقى في لايسنس محطوطه زي ما بيحصل. قطاع عام، والنادي الأهلي ملك مين؟ ملك الدولة، يعني جزء مين؟ قطاع عام ولا قطاع خاص؟ نادي الزمالك قطاع عام ولا قطاع خاص؟ تمام. ما انا لما اتكلم على النادي الأهلي بيعمل شركة اسمها شركة الأهلي لكرة القدم، يبقى هيتحول إلى شركة خاصة للنادي الأهلي، هو اللي مالكه وأعضائه مالكينه من خلال أسهم محطوطة. ده جزء كابتن من حضرتك عارف من هو دوت هو ده السك، أول خطوة إنك تحط دوري محترفين ونادي محترفين. يبقى أنا بعامل النادي الأهلي
اللي هو بطل الدوري زي مع احترامي لنادي طنطا اللي هو اخر الدوري. ده ليه حقوق وده ليه حقوق، عمليه التسويق وعمليه البث التلفزيوني كل ده بيجي الاول ان احنا الخطوه الاولانيه تكون صح. ما بني على باطل فهو صح. باطل يعني هو انت اللي بتحلم بيه ده او النادي الاهلي عايز يمشي فيه ده، ده اللي كان موجود زمان ومش موجود دلوقتي. ده اللي كان موجود زمان. الاهلي كان زمان شركه. الاهلي ابتدى شركه فعلا. الاهلي انشاء وشركه. يعني تاسيس النادي الاهلي شركه ساعه ما تاسس كان شركه. فاحنا رجعنا ورا بقى ولجينا في عصور التاميم وعصور الاشتراكيه وعصور مش يعني مر عليها مره مؤثرات حاجات كتير قوي. انما دلوقتي ان الاوان ان احنا نرجع، لان احنا دلوقتي كل حاجه بنعملها صح، نعملها مؤسسيا صح. صحيح. بس ما ينفعش يبقى زي ما قلت لحضرتك يبقى المسابقه فيها سمك لبن تمر هندي، يبقى فيها نادي شركه ونادي مش شركه غزل المحله ونادي مش عارف ايه شركه قطاع عام ونادي تبع واحد مليونير قطاع خاص سوير السبق مش عارف مين ونادي مش عارف مين ونادي ملك للدوله ونادي ملك الاعضاء ونادي وهكذا. كل دول يعني ما هي الملكيه اللي بتحدد الاداره. صحيح. وبالتالي عندك يعني خليط من الانظمه المختلفه، فما عندكش اسس يعني تقيم او بشكل يعني موحد. بشكل موحد تحدد المال. انا عايزه اتكلم مع حضرتك عن برضو كلمه ذكرتوها او يعني رابطه الدوري للمحترفين المصريه، برضو دي مش عندنا وبقالنا فتره طويله جدا بنطالب بيها وده مش موجود. هل برضو مش موجود بتعمد عن قصد؟ ما هو مين هيجيز الرابطه؟ ما الرابطه دي لازم اتحاد الكوره المفروض اللي هيجيزها، مش وزاره الشؤون الاجتماعيه زي الروابط الثانيه او الجمعيات الكلام ده. يعني لازم وزاره الرياضه. طيب. يعني المتخصص فيها وزاره الرياضه. الحكومه. هل وزاره الرياضه دي هل في ضمن القوانين بتاعتها ما يسمح بانشاء الكيانات الرياضيه بهذا الشكل؟ يعني كلها هل ده يستتبع تغيير في قانون الرياضه نفسه؟ علشان ما بقاش الهيئه اللي انت انشاتها دي مخالفه لقوانين الرياضه من حيث الملكيه. كل دي امور لازم الاجابه عليها الاول. وللاسف قانون الرياضه برضو او قانون الرياضه ما قدمش كتير بصراحه، يعني ما قدمش كتير. لكن رجعنا لورا سنتين ثلاثه وهاخد حضرتك من النقطه ديت ونتكلم على الاهم كمان، ان انت كل ده بيأثر على المنتخبات سواء المنتخبات الوطنيه، منتخب الشباب، منتخب اولمبي ومنتخب الاول. النهارده الكابتن حسام البدري بيستعد في ظروف صعبه جدا انه بيستعد لمواجهه توجو، وعندنا مشاكل زي ما انت حضرتك شايف. وكمان لسه الكابتن ربيع ياسين من يومين ثلاثه كان بيشتكي مع منتخب الشباب. فكل ده برضو تحت اللي حضرتك بتقوله ان مفيش تنظيم كامل للاداره، وبالتالي كل ده بيتوه في الرجلين. وكل دوت منتخب مصر بيروح لمنتخب، يعني ان احنا نوصل كاس عالم كل اربع سنين في ظل الظروف اللي بتحصل دي ما اعتقدش انه امل قريب. يعني وانا لازم يبقى عندي هيكل دائم في الاتحاد الكوره اداره للمنتخبات، دي حاجه ثابته ملهاش دعوه دي شغلتها ان هي بصرف النظر عن المدرب الموجود مين، في حاجه اسمها فيفا ديت او فيفا ديتس، مواعيد الفيفا بتحطها الان المنتخبات فيها تلعب مع بعض وديا، بتتوقف الدوريات واقفه فيها والمنتخبات تلعب مع بعضها فيها استعدادا، بتبقى متبرمجه مع البطولات القاريه والبطولات الدوليه. طبيعي. فلابد ان انت يبقى لو عندك اداره في الاتحاد كويسه بتبقى عارفه الفيفا ديتس دي ايه، المواعيد دي ايه، وبتعمل اتصالاتها. عارفين والله بتعمل اتصالاتها وبتجهز الماتشات للمنتخب. هتخش بقى عارف ايه حضرتك المشكله. احنا عارفين الفيفا ديت والاجنده الدوليه محطوطه. اي حد هيخش على الفيفا دوت كوم هيجيبها. المشكله انك بتتصادم بمشاكلنا الداخليه، ان عندك فيفا ديت مثلا في ماتشات كل المنتخبات بتتجمع 5 اكتوبر عندهم مباريات وديه الا المنتخب المصري. ليه المنتخب المصري ما عملش مباراه وديه؟ لان عندنا دوري، والدوري لو توقف هتبقى مشكله واحنا في ظروف خاصه. وبعدين فكره ان الدوري ما انا هقول لحضرتك هقول لحضرتك يعني الامور كلها مختلطه ليه عشان في اختراع اسمه الكمبيوتر احنا لسه ما سمعناش عنه. ليه بس يا كابتن؟ ما انا هقول لك، انا لو في اتحاد الكوره دلوقتي وعندي كمبيوتر فانا هدخل فيه كل الداتا اللي انا عايزها، الدوري بتاعي كذا، مواعيده كذا،
توقفات وكذا مش كل الحاجات دي، ودخل الترباطات الدوليه ودخل الفيفا ديتس ودخل الودي والرسمي وبرنامج بتاع المدرب المنتخب وكل كل حاجه ويطلع لي الجدول بتاع الدوري، يطلع لي في النهايه اللي احنا مش عارفين نعمله بقالنا لا سنة. ما كل الحاجات اللي انا دخلتها دي حاجات ما اقدرش اتحكم فيها، يطلع لي الفراغات اللي انا اعمل فيها الدوري كل الحاجات الدوليه والاجنده دي. كابتن عصام الموسم ده مختلف عن اي موسم، انت برضو مريت بظروف صعبه، يعني موسم كورونا ده كان موسم صعب جدا. صحيح. فلخبط الدنيا كلها، لخبط كل الاجندات. صحيح. وفي دول لغت المسابقه، في دول يعني خلاص بتبتدي الجديده دلوقتي. انا بتكلم على ان جنرال، انا ما بتكلمش على الموسم ده ان احنا كابتن حسام البدري ما عملش، احنا عارفين ما عملش ليه، انا بتكلم على الصوره العامه، المشاكل اللي بتحصل، الوضع العام. الوضع العام ايام ما كان كابتن، من ايام ما كابتن جوهري كان بيدرب المنتخب، ما اتكلمش على الموسم ده بس. للاسف يعني المسائل دلوقتي اسهل، يعني انا بقول ان ما بلومش اللي قبل كده، انما دلوقتي المسائل بشكل علمي بقت اسهل، وكل البرامج القاريه سواء الكاف او الفيفا او الحاجات بطولات الانديه وبطولات المنتخبات كل الحاجات دي الفيكستشرز بتاعتها او المواعيد بتاعتها أهد لعشر سنين قدام موجودة وموجودة على كمبيوتر بتاع، يعني تقدر تخش عليها. أنت لما تيجي تعمل البرنامج بتاعك أنت هنا أو الجدول بتاعك هنا بتشوف الحاجات دي والفراغات اللي هي عشان ما تتعرضش دي مع دي، وما تضطرش أنك توقف وتلغي، تبقى عارف من قبل ما تبتدي المسابقة الجدول فيه أنت هتقف كذا أفريقيا، هتقف كذا عشان تصفيات كاس عالم. أيوة. هتقف كذا عشان منتخبات الشباب، عارف كل الكلام ده. يقوم كمان المدرب بتاع النادي يعمل البرنامج بتاعه ويعمل معسكراته ويعمل توقفات، لكن هنا مفيش حاجه، كلها يعني مفيش حاجه محدده، لا بنفاجئ على طول بتفاجئ استمرار مفاجئين. الدوري الحالي ده وحضرتك اكيد تابعته يعني بشكل كبير، هل قادر على انه يفرز لعيبه على مستوى المنتخب تساعد كابتن حسام البدري في مهمته اللي جايه؟ والله مش لازم بس يتابع، انت عندك كي بلايرز بيلعبوا بره مش بس في لا انا بتكلم على مستوى الدوري، خلينا بنتكلم داخليا على مستوى الدوري المصري. والله في عندنا لعيبه، وفي لعيبه يعني يعني مش هقول اسماء، انما في لعيبه بروميسنج جدا ولعيبه كويسين جدا. ليه مش عايز تقول اسماء؟ يعني على مستوى عالي يعني بصرف النظر يعني في لعيبه كويسه جدا ونقدر نعمل منتخب كويس قوي، بس يعني موسيماني هو جه موجود دلوقتي هيتفرج وعندنا ثقه فيه، وهو طبعا شايف اللعيبه بتاعتنا اللي بره على اللي موجودين. انا متفائل ان احنا يبقى عندنا منتخب كويس، واحنا ناخد ممكن ناخد من كمان، ودايما كابتن كنا بنتكلم وانا يعني ليه لقاءات مع حضرتك كتير جدا من خلال عاداتنا وصداقتنا، يعني ان المنتخبات دايما كل منتخب بيسلم منتخب. احنا عندنا منتخب اولمبي على هايل جدا، وشفنا البطوله الافريقيه وكان عامل شكل اكتر من رائع. فعندنا البروميسنج، عندنا الناس اللي فعلا بروميسنج للفريق الاول. فانا اعتقادي الشخصي ان ممكن جدا يكون عدد كبير من هؤلاء اللاعبين موجودين مع الكابتن حسام، بالاضافه مع اكيد اللعيبه الخبرات اللي عندها دوليه يعني غير المحترفين طبعا اللي بره عندهم خبرات كبيره، لكن كمان عندنا جوه مصر لعيبه كويسه مميزه عندها كمان الخبرات. يعني وانت عندك في اي جيش المزيج ده موجود، يعني اي جيش في عساكر وفي ضباط. العساكر دول هم الجداد اللي انت بتقول عليهم دول، وفي ضباط بقى اللي بتنقل خبراتها اللي هم يعني في كل حته هم اللي بي 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 بيتمحور حواليهم في نص الملعب كذا، الطرف اليمين مين اللي شايله الطرف، وهكذا. يعني بيبقى عندك العظم بتاع الفرقه الناس اللي الخبره واللعيبه البرومسنج اللي طالعين دول، بس كل دول محتاجين ماتشات كتير. طبعا محتاجين ماتشات كتير قوي عشان يتصب في القالب، الفريق كله يتصب في القالب، لازم ماتشات كتير. هو يعني اوروبا بتتقدم لان هم نون ستوب طول السنه خالص، ما فيش توقف يعني زي التلفزيون كده ال 24 ساعه، ما فيش بقى تطلع ما فيش دي احنا عندنا كتير بتقف فواصل لا الارسال بيتقطع احنا الارسال عندنا ما بيتقطعش. احنا هنروح نفرج حضرتك تقرير عن الجمهور ونرجع مره تانية نكمل الحوار الممتع ده مع كابتن عصام. برافو يا عصام، برافو يا عصام.
كابتن عصام عبد المنعم طبعا من الشخصيات الممتازه وليه تاريخ كبير في النادي الاهلي. كان فتره من الفترات كان حارس الاول للنادي الاهلي. الحقيقه دايما النادي الاهلي كان مميز قوي في حراسه، فلا شك ان كابتن عصام اللي اضاف بعد كده اعتقد دور في اتحاد الكره المصري. كابتن عصام عبد المنعم من رموز النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي من الستينات طبعا، ومن الشخصيات المرموقه المحترمه جدا، وكان رئيس اتحاد الكوره طبعا وقعد فتره كويسه جدا في المنصب دوت، وانجز خلاله في الفتره القاعده دي انجز يعني خلاله حاجات كتيره جدا. راجل محترم وكان جون كبير قوي منتخب مصر وجون الاهلي، ولما مسك اتحاد الكوره كان راجل محترم ويعتبر من احسن الناس اللي مسكت اتحاد الكوره. كابتن عصام ده تاريخ وجزء من تاريخ الرموز بتاعت النادي، وانا بشايف ان هو محايد جدا، وحتى لو هو مال شويه للنادي الاهلي فده طبيعي. الكابتن عصام بينقد وينتقد بشكل موضوعي. كابتن عصام عبد المنعم هلاوي مخلص عنده انتماء للنادي بتاعه، يعجبني كمان انه عنده فيجن، عنده رؤيه. عندما تولى اتحاد كرة القدم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فترة صعبة قدر ان هو ينجح لانه كان عنده رؤية. كابتن عصام ده تاريخ، والاهلي كان بيشتهر طول عمره بانه عنده احسن حراس مرمى، عادل هيكل والروبي، وبعدين اعقبهم مروان وعصام. وعصام عمر في الملاعب وكان جون كويس. الكابتن عصام عبد المنعم قيمة كبيرة في مصر كرجل رياضي، كان شخصية ممتازة، كان حارس مرمى النادي الأهلي وحارس مرمى مصر، وكان رئيس اتحاد الكرة المصري السابق. شخصية محترمة، وطبعا كاتب كبير في الأهرام. هو شخصية محترمة وشخصية مهذبة، واعتقد ان كل الناس بتحبه وبتحترمه. برافو يا عصام، برافو يا عصام. اهلا بحضراتكم مره تانية وكابتن عصام. كابتن عصام، في محور سريع جدا على موضوع الناقد الرياضي المحايد. حضرتك كتبت في طبعا في جريده كبيره زي الاهرام، وكان عندك مقالات كتيرة جدا جدا. حضرتك شايف ازاي النقد الرياضي البناء بدأ بشكل كبير في مصر ما بيكونش ليه وجود بكل أمانة، وازاي نرجع ده تاني؟ محتاجين ان احنا يعني هي المسألة بتبتدي ان انت دلوقتي بتدرس الإعلام. يعني زمان ما كانش لازم اللي بيشتغل في المجال الإعلامي يكون دارس، زي اشياء كتيره جدا كانت بتتاخد بالخبرات والممارسه. انما دلوقتي الناحيه العلميه بقت يعني ليها وجود اكثر وضوحا في اعداد الناس في كل المجالات. ف يعني محتاجه المساله انه يبقى في كوتشنج يعني في ايه بالظبط لانه يعني الناس اللي بتكتب او بتتكلم في الاذاعه او في الميديا بشكل عام، محتاجين ان احنا نعمل لهم سيمينار او ندوات ويسالوا ونجاوب عليهم، واحنا جاهزين ان الناس الشيوخ يعني بتوع النقد الرياضي الناس القدام. حضرتك بتكلم على الجيل الصاعد، الاولاد الصغيرين اللي لسه داخلين مجال النقد الرياضي يعني في الصحافه الرياضيه، محتاجين نوع من انواع الخبرات اللي حضراتكم تنقلوها، ازاي يتعاملوا مع بس ده افتكر بيحصل يا كابتن عصام، ده بيحصل سواء على المستوى يعني الجامعات الحكوميه يعني في ما أعلم او الجامعات الخاصه. لا بيحصل في الجامعات بيحصل يعني بيدوا ندوات لقصد حضرتك للناس اللي لسه يعني الناشئه لسه اللي عايز يشتغل في مجال النقد الرياضي في مجال الصحافه او مجال الاعلامي. في ندوات بتحصل كتيره جدا في كليات الاعلام بقى، في كليات الاعلام وفي ندوات تخصصيه بتحصل في الموضوع ده. في النهارده بقينا سنترز معروفه، مراكز تعليميه يعني بتدرب اللي عايز يشتغل في المجال الاعلامي، اللي عايز يشتغل في
كمعلق رياضي افتكر الحاجات ديت بقت مفتوحه يعني عندنا بشكل كبير يعني موجوده كويس. منتشره هو والله منتشر والكابتن عصام بيتكلم على الكوادر والرموز زي مثلا كابتن عصام في الشيخ طه الناس اللي هي بقى لها سنين جد طويله جدا في النقد عامه في كره القدم والنقد الرياضي ان هم دول كمان ما احنا دايما عندنا مشكله بص عندنا مشكله في الكوادر في جميع المجالات الكوادر ما عندناش عندناش ثقافة ان انت ازاي انت محافظ على التوب بتاعك لكن ما بتبصش دايما تحتيك وايه اللي هيحصل الكوادر وانك لازم تهتم بالكوادر ده مش موجود للأسف يعني. انت يعني ما عندكش سيستم في المسألة يعني انت سايبها لظروفها يعني ما فيش حد او ما فيش هيئة بتتولى ولا بتنظم ده بتنظم من ولا فكرها ده فكرها مش فكرها انك تنقل الخبرات وتفيد الاجيال الجديده بخبرات الناس القدام تتعمل بشكل منظم يعني مثلا هجيبهم في بيتي مثلا واقول لهم تعالوا اقول لهم يعني هي المساله محتاجه كده مش بس في المجال ده في الاخراج في التصوير في الاضاءه في الكتابه الصحفيه في الخبر في كل هذه الامور بس حضرتك انت مش شايف ان السوشيال ميديا نفسها اليومين دول كان ليها عامل كبير جدا جدا مؤثر انا اعتقد بالسلب لحد كبير مش بالايجاب في حياتنا العامه وخاصه في كره القدم او في الرياضه المصريه بشكل عام طبعا لان اي حد بيقول اي حاجه اي حد ما عندكش ما يقابل اي حاجه على الملأ على الملأ يعني يروح عامل البوست يروح رايح للدنيا كلها وهو البوست ده ممكن يكون مغرض او ممكن يكون متحيز او يكون متحيز او يكون بينشر جهل او بينشر فكره خاطئه يعني وهكذا يعني فيعني مساله في منتهى الخطوره يعني يعني دلوقتي الحاجه الكويسه بتنتشر والحاجه الوحشه بتنتشر برضو حراسه المرمى موهبه يا كابتن ولا برضو تعليم وبرضو نصائح علمية يعني ايه كل حاجة موهبة وتدريب وممارسة حراسة المرمى زي خط الظهر زي نص الملعب زي الفراودة كلها يعني مهام محتاجة للموهبة ومحتاجة للتدريب وللبقى ايه الدافع الذاتي بقى اللي هي اصرارك بقى اللي هي الكفاءة الذهنية يعني لازم يكون عندي مش ممكن نقول لعيب كويس يبقى بليد الذهن يعني لازم يكون مصحصح شوف بص اللعيبة اللي هي المصحصحة كده تشوش في عينيه تحسي يعني تحسي باللعيب ده انه مش خامل فالموهبة محتاجة كمان الشخصية بقى يعني اللاعب اللي هو ليه شخصية في الملعب هو ده اللي العين على طول يخطف العين يعني عشان كده كل اللعيبه المميزه في الدنيا ليها شخصيه مش شبه بعض صح مش وده لعيب كويس قوي وده لعيب كويس قوي بس ده حاجه وده حاجه طيب يعني احنا طبعا في نهايه حوارنا لكن عايزين حضرتك تقول لنا حضرتك عندك رحله طويله مع النادي الاهلي ومشوار طويل قوي مع النادي الاهلي في جمل بسيطه تشرح لنا المشوار ده ازاي او تقوله للجماهير ازاي أقول إن أنا طبعاً يعني كنت محظوظ جداً إن أنا انتميت للنادي الأهلي يعني يمكن أحسن حاجة حصلت لي في حياتي إن أنا انتميت للنادي الأهلي لأنه ده يعني لو أنا مش متصور كنت هبقى شكل إيه لو أنا أصلاً مش أحد أبناء النادي الأهلي كنت هبقى ولا حاجة إنما أنا دلوقتي حاسس إن أنا يعني بانتماء للنادي الأهلي يعني كنت محظوظ وإحنا كنا محظوظين حضرتك بلقائك النهاردة صراحة محظوظين بلقائك النهاردة يا كابتن عصام شرفتنا نورت البيت الكبير أنا سعيد طبعا أن أنا في بيتي يعني في أكيد النادي الأهلي يعني أكيد فأنا سعيد وفخور بالقناة وبالكل اللي بيشتغلوا فيها الحقيقة يعني جادرين بان هم ينتسبوا للنادي الاهلي شرفتنا ونورتنا يا كابتن شكرا جزيلا. دي كانت حلقه الخميس من البيت الكبير ان شاء الله معادنا الاسبوع اللي جاي من 10 لـ1 اصبحوا على خير.